الو، ما فهمت. ايه طيب تكرمي، ماشي هلا بجي. تكرمي، اوكي الله معك. شوفي شو الموضوع. في شغل، الخياطة اللي تحتنا معجوقة كتير، رح روح ساعدها لترجع المديرة. خدي عصمة لعند تولاي. بس تولاي مو بالبيت. اه معك حق، مشغولة اليوم. لكان مين رح يهتم فيه؟ انا طبعا. ماشي، فكرة تساعدها لأختك. ايه حبيبي، انا بدير بالي على حالي، ما دخلني بغيري. خلص فهمنا، رح اترك تليفوني هون فوق البراد، بتلاقي رقم هاتفها للخياطة، بس تحتاجوا شي حاكيني. ماشي، يلا سلام. وانت ما تعذبون يا حلو. ماشي. يوبسني. لا تكبر راس، لا تبلش جنان. ما سمعت اختي شو كانت عم تحكي. حلي عني بقى، انت مجنون فعلا. يا استاذ ما بقدر اعطيك البطاقة، والله ممنوع. وانا ماني متحرك من محلي لحتى اخذ البطاقة. المسكينة ناطرتني بالبيت وناطرة المعاش لجبل الدواء، والله وضعها صعب كتير، والله صدقيني. بهالحالة أنا مجبورة نادي لك الأمن ياخدك. ماشي، ماني متحرك. بعتناها على العنوان ورجعوا لنا إياها. أكيد هي بنتي الغبية، ما في غيرها. معلش ما تواخذيني، أنا في عندي بنت بكل أسف فيك تقولي مختلة عقلية، يعني ما عرفت شو قصة البطاقة ولا شو بدنا فيها، عقلها ما بيجمع. مع انه عمتي متسطحة بالغرفة جوا وبتعرف حالتها، بس عقلها بسلامتك. طيب عمتك ليش ما تجي لعنا؟ يا انسي، انا عمتي وقعت من فترة والعفو منك كسرت حوضة، كيف بدك اياها تجي لعنكم بهيك وضع؟ ليش ما عم تفهموا علي؟ هي ما فيها تجي لهون. مو مشكلة، انا بحلها. كادر خدمة العملاء اللي عنا عنده جولات تسليم بعد يومين، فأنا ببعتهم على العنوان نفسه. تسليم شو بالضبط؟ ما فهمت شو قصدك. تسليم بطاقات لزباين البنك. الله يوفقك ويرضى عليك، الله يبعت لك ابن الحلال اللي يسعدك وما يحرمك الضنا إلهي. طيب طيب، بس يجوا لعندك خليها بس توقع على الاستلام. طيب أنا عم بستناكم. زبطت معي. أنت هون كمان؟ شو ما معك مصاري عم تشتري فيهم مشروب مثلي كمان؟ اوف، واخيرا انحلت المشكله وراح يجيبوا البطاقه لعنا. بس من وين بدي اجيب لهم عمتي زليخه؟ خلص بدر، دق لها، هذا الصبر مو نافع. لميس؟ ليلاس؟ معك بدر. مين انت؟ بدر، انا بدر. اختك بالبيت؟ لا مو بالبيت. خير ليلاس، شبك؟ شو اللي صاير؟ لميس. لميس مو هون. ليلاس طمنيني، انت منيحة؟ ايه منيحة انا. خير عصمة، شبه جوعان وبده ياكل، بس ما ضل اكل، خليني روح جوفه. طولي بالك شوي وفهميني برواق شو الموضوع. كنت بتقلي بيض لطعمي عصمت، ولما طلعته من البراد وقعوا من ايدي وانكسروا، ونحن ما عنا غيرهم بالبيت. اعملي شي تاني، معناتها فكرة تترك من ايدك وتعال عندي. ما في شي للأكل. تعي غسلي وشك وروقي. شلون بس؟ ليش؟ المي مقطوعة. شو رأيكم طيب تطلعوا معي نتغدى بشي مكان؟ أنا أصلاً كنت رايح على المطعم وأجيت لهون لحتى أخذ لميس معي. مستحيل. ليش؟ لأن أختي بتزعل. ما رح تزعل ولا شيء، أنا بحكي معها وبترجع هي بتحاسبني بعدين. اعتبروها دين من أخوكم، على القليلة كرمال عصمة. اتفقنا؟ يلا يلا بقى حاجبك. ماشي. جهزوا حالكم بسرعة يلا.
صحة وعافية. قديش الحساب؟ والله أنا حبيتها. شكرا لك. تكرمي. عصمت بحب الشاورما ما هيك؟ ايه بحبها كتير. يسلم وديك بدر. بس رح أقلها لأختي عشان تدفع لك حق هاي الشاورما، فما تزعل. ليش يا ليلاس؟ مو مستاهل القصة. خلاص أنا بخبرها شو بدك بهالقصة، أنت كلي هلا. والمي عندكم امتى قطعوها؟ الا من زمان يعني؟ لا من امبارح، وبابا كان لازم يدفع بس مثل العاده. بسيطه. هاي شكلها طيبه. دقتيها لهي؟ دقتها. هي طيبه كتير. ايه عن جد كتير طيبه. ايه عصمت افندي اللي عبيت بطنك. لك دخيله انا الفجعان. عجبت يسلم ايديك بدر. العفو انسه ليلاس، تعال احملك. اوب ليش تقلان؟ من اكل الشاورما ما ليلاس؟ شو عم تسوي برات البيت؟ لميس اهدي شوي، ما ساووا شيء، انا عزمتهم على الاكل. بدر اجى لعنا وعزمنا على الشاورما. ليش؟ لاني انا وقعت البيض وكسرتهم، والحليب حطيته على النار بس فار وما لحقته. وقت اجا بدر لعنا ما عرفت شو بدي اعمل، اصمت كان عم يبكي من جوعه. انا شو علمتك؟ ما اتفقنا انه ما بتطلعوا من البيت مع اي حدا غريب؟ كلها ساعة واحدة اللي غبت عن البيت، ما كان فيكي تستني بس ساعة؟ ما كان فيكم تستنوني حتى ارجع؟ ايه بس يلا على البيت، خدي عصمت وامشي. بس ما تعصي من بدر، والله هو حب يساعدنا. ليلاس لا بقى تردي جواب، على البيت يلا. يلا يا بطل انزل، روح مع اخواتك. يلا. يلا. انت كيف تسمح لحالك تشتري اكل لاخواتي؟ ليش كل هالعصبيه؟ بس مشان الاكل. هدول اخواتي انا بدر، وماني بحاجه لحدا لحتى يطعميهم. على فكره الموضوع مو مستاهل بنوب. قديش كلفك الاكل احكي؟ خلص الشغله مو محرزه. قلي قديش كلفك. لميس وانا كمان بعتبر حالي اخوهم، لا تكبري القصه اكثر من هيك. مسك لميس 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 لميس، بس لحظه، في مجال تروقي شوي لو سمحتي؟ نحن بس أكلنا مع بعض مو أكتر. بدر كل ساعة اللي غبتها ما بيقدروا يريحوا لي بالي بهالساعة. لك هذا ليش هيك طوال؟ اهدي اكيد انشغل بالمحل ما بقى الا يجي. ها شفتي قلت لك رح يجي. كيفك موجة؟ منيحة. ورفيتك كيفها؟ منيحة. وانت؟ منيح. واو كتير تأخر الوقت، انا لازم امشي. انتي لوين رايحة؟ عالبيت، لأنه عنا ضيوف. يلا تسلوا أنا بستأذن. حكمال بتحب نتمشوا؟ مو غلط أبدا، ليش لا؟ شو عم تساوي؟ كيف يعني شو عم ساوي؟ أرزو أنت أكيد فهمان القصة غلط بصراحة. أنا إيه أحكي. أنا ما بعرف يعني. أنا قالوا لي إنه أنت معجب فيني. أنا؟ شلون يعني ما فهمت؟ يعني أنت ما قلت لأخوك أحمد إنك معجب فيني وبتحبني؟
والله العظيم أنا ما قلت لهم شيء. أحمد أكيد عم يمزح كان. ليش بيمزح بمثل هيك مواضيع؟ عم تتمسخر علي أنت وأخوك؟ معقول تمسخر بهيك شغلة؟ في سوء تفاهم مو أكتر. ماشي أنا بورجيك شو يعني سوء التفاهم يا حكمت. لحظة أرزو والله العظيم أنا مو ذنبي. فكر القصة لعبة مو هيك؟ أنا بورجيك واحد قليل أرزو. أدب بتشوف يا أحمد أنا بورجيك. فيكو الغابات شو منسميه؟ فيكو اللي شو اسمهن العلمي شبك من شوي قلناها اسمهن غطاء نباتي. مليون مرة قلت لك لا تضربه. قلت له يا حميد مرة نباتي. لا فالح والله. يلا اكتبه. بدك تكتب الاسم 50 مرة على الدفتر. شو هالغباهات؟ ليلاس ليش قاعدة لحالك هون؟ طلعي عادي معنا. مزعوجة مني لأني عيطت عليكن وقت شفتكن أنتو بدر؟ إذا بدر بنظرك مو منيح وما بصير نطلع معه مشوار، ليش لا تخليه يكون رفيقك معناتها؟ إيه بس مو بهي الشغلات. كيف يعني هو بهالشغلات؟ بدر ساعدنا اليوم شو فيها؟ ولا كان بدك عزمته يموت من الجوع يعني؟ شو بكي ليلاس لا تبالغي. أنا ما عم بفهم ليش هيك تضايقتي. طالما تعودنا على الحياة الصعبة ليش ما نقبل مساعدة من حدا إذا بيعرفنا ومنعرفه؟ ما فيها شيء أختي. أنا بس اتضايقت لأني شفتكم فجأة برات البيت، كتير خفت. لميس بدر شاب كتير منيح. مرة تانية أعطيني خبر قبل. ماشي. شو لساتك زعلانة؟ خلص روقي بقى. قولي إذا زعلانة. لا ماني زعلانة. ماني زعلانة. أنت ليش هيك ساويت؟ إيه؟ شو في حكمت؟ ما في شيء أختي، ليش هيك ساويت؟ شبك أنت ليش هيك ضايق؟ ليش بعدت لي أرزو لشو بدك توصل؟ أرزو مين؟ ما دخلك لميس؟ أنا بعدت إيه؟ لأنه بدي إياك ترافق حدا من جيلك، فهمت هلا؟ كيف يعني من جيلك؟ ما فهمتها هي؟ أختي ما تتدخلي، قلت لك مليون مرة ما دخلك فيني، ما تتدخل فيني. شو بو أخوك؟ ما بعرف شو صاير بعقله هاد. شو قصدك يرافق من جيله؟ ما فهمتها. ما قصدي شي جملة وطلعت. كمل لشوف. شجر الغابات شو اسمه؟ قلت طبق. طبق نباتي فرطه بقى انت الثاني. طبق نباتي. اول شيء يدفع لنا حق البضاعه اللي اشتراها، بيجيب مصاري بياخذ بضاعه جديده. اي طبعا بعرف. على خير، يلا باي باي. ايه قديش لسه فيها شغل؟ شغلت 10 دقائق. لكان انا رح روح. ماشي يعطيكم العافيه. الله يعافيك معلم. ولك هي يا ابني هي. هو انا عم فكها من هون. ايه هالشب كاني بعرف. مرحبا كيفك؟ نشكر الله ماشي الحال. كأنك ما عرفتني، مو انت بتكون قرايبه للميس؟ اه بلا تذكرتك، جيتوا على المخفر وقت كنتوا عم تدوروا على ابوها. ذكرني باسمك. بدر. تفضل اطلع معنا منوصلك بطريقنا. لا ما له لزوم، ما بدي اعذبكم، بتمشى لحالي. بهالوقت هاي الحارات خطيره وانت شكلك مو متعود تطلع. طيب ماشي. بدر من وين جاي؟ كنت ببيت لميس؟ ليش؟ قصدي مريت شي لعنده؟ لا والله، إلي رفيق ساكن هون بالمنطقة وأنا كنت عم زوره. بهالوقت لا تمشي هون لحالك، هاي المناطق ما أنا آمنة أبدا بالله.
انت قرايب لميس من جهة الام ما هيك؟ ايه فعلا قرايب من جهة الام. انا سألتك لانه بعرف كل عائلة العم فكري ولا مرة سبق وشفتك هون. انا كنت ساكن برات البلد واجيت جديد على اسطنبول. شرفنا. الظاهر انك انت من زمان كتير بتعرفهم؟ اوهو بعرف لميس واهلها من زمان. هيك لكان؟ ايه طبعا من وقت يلي كنا اولاد صغار بالمدرسة. انا ولميس مقربين من بعض، يعني ما سبق وجابت لي سيرتك من قبل بنوم. ما ذكرت اسمي؟ لا صح ما كنت عايش هون، بس منحكي عطول. عادة هي بتحكي لي كل شيء، يعني عن كل شيء مهم. أنا لو سمحت بدي أنزل براس الشارع بلاقي تكاسي بهالمنطقة وما بدي أعذبكن معي أكتر من هيك. شكرا. طيب مثل ما بدك. شو هون منيح؟ ايه كتير منيح مشكورين. انتبه على حالك بدر. لا تشغل بالك. يلا موفقين. أنا رح أستغني لك عن هدول، غسلتهم 3 مرات، شوف ما أحلاهم. يا الله قديشك إنسان. لولاك يا فكري بيك ما حدا بيعرف شو كان صار بهالمرة. شوف هاد القميص منيح، وشوف هاد كمان. نيناتهم حلوين. ممتازين. لو شفتيها لهالمرة قديشها معترة، صدقيني لو شفتيها كنت شفقتي عليها وقطعت لك قلبك مثلي كمان. كل ولادها تركوها وما ضل الا حدا. انا بس شفتها قلت لحالي بكون بلا ضمير اذا ما بساعدها. يا الله قديشك انساني. تعرف لو حدا تاني غيرك ما كان اتطلع بوشها ولا اهتم فيها. ايه صحيح، مو كل الناس مثل بعضهم. انا من ورا طيبتي طلعت خسران بهي الحياه. انا برتبهم، مو حلوه تهتم بهي الشغلات. شو بدي اقول لك شيماء خانم؟ بلاقي عندك كم اشارب ما بدك اياهم، يعني بتعرفي المرة كبيرة بالسن ولازم تحط شيء على راسها، لاني انتبهت انه حتى اشاربات المسكينة مهترين ما خرج لبس. رح شوف لك شو عندي واجي، ما تاكل هم اكيد رح الاقي. شي بيحير هذا ولا هاد؟ شكله هذا مناسب لعمره، اي والله. وهذا كمان حاخده، تلبسه فوقه. احلى كاسة كاكاو بالحليب لحبيبتي ليلاس، بتدفي لك معدتك بعد الحمام. خذي يا قلبي. يسلموا ايديكي تولاي. يسلموا ايديكي. يعني لولاكي كانت طلعت ريحة الولاد. لا مو لهالدرجة. اللي بيهمني انه فكرة ما يستعمل الشامبو تبع مرتضى بالحمام اوعك يساويها. لا لا انا نبهته لا تاكليهم. ماشي. ايه لميس خبريني هلا شو صار وشو قصة الشاورما بالتفصيل. بدر اخذهم وطعماهن وانا مو بالبيت. بدر طعمانا شاورما. ايه شو؟ ما فهمت، يعني انتي اخده منه موقف بس لانه اشترى لهم سندويش؟ ايه اكيد. ليش يعني؟ انه شو فيها اذا حبي يضيفهم ويدفع له قرشين كرمال خاطر الولاد؟ شو فيها هي بالله؟ نحن ما لنا محتاجين ضيافه من اي حدا يا تولاي. اذا احتاجوا اي شيء انا بشتري. ايه اكيد بعرف، لما يكون معك مصاري اكيد بتشتري. ليكي لميس صدقيني الموضوع ما كان مستاهل بنوب. ما بعرف ليش كل هالحساسية، ليش عم تعملي من الحبة قبة؟ مو معقول شو بتحبي تكابري وتعاندي. حلو الكبرياء بس مو هيك. بشو غلط معك الزلمة؟ فهميني شو عامل معك. مو عامل معي شي طبعا، ولا طلبت منه يعمل شي. ليلاس انت بتعرفي انه اختك مو طبيعية مو هيك؟ اي والله. هون بيشتغل. ماشي انتي ارجعي ونحن هلأ رح نعلمه الأدب. تعالوا حورجيك شو يعني انك تضحك علي.
وينو هذا حكمة الندل؟ تعال حتى علمك كيف تتحرش ببنات الناس يا واطي. لوين فايت هيك انت وياه؟ خير شو بدك انت وياه؟ بس لحظة على مهلك. انا اخوه لارزو. تعال هون. ولا وقف، وقف عندك. وقف. وقف عندك. وقف يا جبان. العمى شو بدهم هدول فيني؟ العمى على هالقصة. والله لا تفهم شو مسوي. شو مسوي حتى هيك هاسمين علي؟ انت جيت رجال. وقف. وين ما رحت؟ ما رح تهرب منا. يلا يلا. 25 دقيقة و 30 ثانية معقول جاوبت على كل الأسئلة؟ ليش بزمتك هدول اسمهم أسئلة؟ إذا بتلاقي لي مثله شي 10 كمان، إيه والله بنعمل سروة. إيه لا تقلق، أنا بعرف ناس كتير حابين يعملوا مثله. خلص أنا بحكي معه. آه؟ شكلك كتير بتحبي جو العصابة. هذا أخوه لأرجو. حامل عصاية. ولا أحمد؟ عندك خبر إنه أخوك الواطي تجرأ وتحرش في أختي؟ روح قل له قد ما تخبى رح اوصل له واشرب من دمه. كيف يعني تحرش فيها؟ يعني حاول يتعرف عليها. انت فهمان غلط، حكمة ما بيعمل هيك شيء. طالما اخوك هرب وما قدرنا نمسكه معناها هلا رح ناخذ بترنا منك قبل ما تهرب انت كمان. بس احمد ما له علاقه. موجه خليكي على جنب. الظاهر اختك ما لقيت حدا تفتري عليه غير اخي، لانه اكيد ما اعطاها وش اساسا. لك راسي واطي. لا تضربوه. انا رح اعرف ربي. شرف البيس برجلك. يلا عصمت هات ايدك. شطور. اوعى تكون تحممت بالشامبو تبع عمك مرتضى. ها لا والله اختي بالصابونه. برافو علي. تولاي عده المكياج اللي اعطيتيني اياها لما طلعت مع جميل ما استعملتها. تعي روحي معي وخديها هلا. وتضل عندك شو هالمشكله يعني؟ احسن ما يلعبوا لك فيها الاولاد. تعي يلا. أوبا. بس أهم شغلة تنعم صوتك قد ما فيك. إذا الأولاد صدقوا اللعبة تبعنا وموظف طيب البنك رح يصدقنا. يلا ماشي فكري لا تقلق. اسمع لقلك جرب تحكي مثلي وتقلد صوتي. مرحبا كيفكن يا أولاد؟ ما عرفتوني أنا عمتكن زليخة خانم. تعوا بوسولي إيدي. جرب قدامي يلا. مرحبا كيفكن يا أولاد؟ أنا تفو. يا زلمة عامل الحنجرة تبعك. اسمع كيف. مرحبا كيفكن يا أولاد. مرحبا كيفكن يا أولاد. أيوة. أنا عمتكن الزليخة. أحبوا صغري إيدي. لا تبكي لا تبكي خليك عم تحكي عادي. مرحبا كيفكن يا أولاد. يلا عيدها كمان. مرحبا كيفكن أنا عمتكن الزليخة. تعوا بوش إيدي. شو عم بيصير مين هاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مين ها؟ ها وهي وصلوا الأولاد. بلشي سلمي عليهم. يلا سلمي عليهم. مرحبا كيفكن أنا عمتكن زليخة. شو ما عرفتوني تعالوا بوسوا إيدي. مين ها؟ هاي عمتك زليخة. تعي بوسي إيدي. يلا مين يلا زليخة مين؟ قول هذا عمكن بتزبط معك أكتر عم فكري. تولاي أنت ما دخلك لميس. كيف بدك تتذكري عمتك زليخة يا بنتي؟ إذا آخر مرة شفتيها كان عمرك 7 سنين. كنت صغيرة كتير. بس ليش رجلين عمتي زليخة فيهم شعر أكتر من رجلي؟ الله يسترنا من أفكارك هالمرة. معك حق رجلي مليانة شعر. شو العمل شو العمل. رح قوم جيب جرابات سميكة. أنا ما بلبس جرابات نسائية. ها لك لا تحكي هيك. شبك زبط لي حنجرتك. مرحبا لميس. أهلين جميل. ما تواخذني أنا مشغولة كتير هلأ. مو مشكلة ما رح أخذ من وقتك كتير. وأنا عندي شغل. بس بخصوص اللي قلته مبارح أنا بعتذر منك. شكلي اندفعت شوي زيادة. مو مشكلة ولا يهمك. ما صار شي عادي. أنا بصراحة حكيت عنك لأمي وفرحت كتير. تخيلي لساتها لهلأ متذكرتك. بكرة أمي مساوي على العشاء قبل ما وقالت لي إنه أعزمك لعنا. بس والله بكرة أنا كتير مشغولة. بتعرف يعني صعبة أقدر إجي. لميس لو سمحتي نحن منعرف بعضنا من الطفولة وأنا مستحيل أزيك أو أجرح شعورك. لا تكسري بخاطر أمي. كتير حابة تشوفك وأصرت علي إنه تجي نتعشى سوا. ماشي؟ طيب ماشي. أنا بحكي معك بكل الأحوال وبرد لك. طيب عم بستنى تليفونك. أحمد مرحبا. خير شوفي. تعرف إنه الشباب اللي عمرهم بين 17 و25 بتكون عظمة الأنف عندهم كتير ضعيفة وممكن على أخف ضربة تنكسر بسهولة؟
بس عظمة أنفك مو صاير لشي ولساتك شب بتاخد العقل. مين سوا فيك هيك؟ ما حدا. أحمد مع مين متخانق وليش؟ على علمي أنت مو معادي حدا، فهمني شو صاير معك؟ ما صاير شي، صدفت شلة زعران بالحارة الثانية وتعلقنا. وليش ضربوك بقى؟ بابا ليش عم تلبس عمي كامل جربات نسوانيش؟ لك اصحك تقول عمي كامل قدام حدا، قول عمتي زليخة. مين عمتي زليخة؟ مو هي نفسها صاحبة البيت؟ ايه تعا تعا بوس ايد عمتك وطلب الرضا. يلا تعا يا ضناي، تعالوا بوس ايد عمتك. مبين صوت عمي كامل، ما حدا رح يصدقك. شو هالحكي ولا كامل مين؟ عم قلك عمتك زليخة هات. بعدين انت من وين بدك تتذكر اصلا؟ اذا اخر مرة شفتك انت يا دوب عمرك شهر وما بتعرف الزلمة من المرة. هلا اترك لي هالمسرحيه وجاوبني، شو ناوي تعمل يعني؟ لك ايه؟ طيب ماشي بعد ايه على مهلك. خلص اشلاح الجرابات. ما ضل قدامي غير هذا الحل. بكره الصبح جاي لعنا موظفين من البنك، البطاقه اللي حضرتك كبرتي راس ورجعتيها بكره جايين يسلموها للعمه زليخه وبالايد. ما بكفي اللي سويتي فينا وجاي تحاسبيني فوقها. اجيب زليخه لعنا؟ لا، بدك روح على ازميت وركبها بالبولمان وجيبها لهون مشان هالقصه. مو حرام عليك يا بنتي؟ بدك اياها تدفع ثمن البلوه اللي عملتيها؟ خلص كامل بحل المشكله. برايك خرج نحكي مع مرتضى ياخذنا بسيارته ونروح نجيبها ولا ما بيقبل؟ ايه بيقبل، دقي له. طيب طيب ماشي خلص، ما تدقي لمرتضى، خلص ماشي. اصلا عمتي زليخه مانا بازميت وما رح تلاقوها. لكان وين؟ صارت تحت التراب. كيف؟ الله يرحمه راحت خطف. شو يعني الله يرحمه؟ يي البقية بحياتكم، شو عم تقول؟ شو عم قول؟ ما سمعتيني عم قلك ماتت. انت ليش مستغربة لهالدرجة؟ ايه بعرف، بس ظلت ما بقى رح اتعرف عليها. العمى هالحكي بكفي بقى، لا تذكروني فيها من غير شي. انا مقهور عليها مسكينة. ليش امتى توفت هي اصلا؟ توفيت من 12. شو؟ أوه يا بابا. عفوا ما بقصد. كانت عاملة عزيمة للجيران والقرايب عندها بالبيت، الله يرحمها، مع أنه كانت بعمر 70 بس كانت كتير كريمة. المهم بعد ما راحوا الجيران بلشت تنظيف وتعزيل بالبيت، وقد ما تعبت وقعت من طولة ووقف قلبها. عمتي انتي منيحة؟ اشربي شوية مي، اشربي. أنا ما كنت بالبيت ولما رجعت لقيتها ممددة على الأرض، ولا من تمة ولا من كمة. يا الله شو هاد؟ لا يا ربي لا، شربت عرق يا مجنون وقتلتها؟ طبعا ما خبرتكم بهالشي من قبل لأني ما بدي تنقهروا عليها، بس جبرتوني هلأ أخبركم بالحقيقة يا أولاد. أنا مو قدراني أستوعب. كانت كل شي بحياتي من وقت كنت صغير، هي اللي ربتني ودارت بال علي طول الوقت. معناها نحن من 12 سنة عم ناخد الراتب تبع عمتها؟ لا مو بس هيك، فوقها عايشين ببيتها. كتبت ورثتها باسمك؟ لا، بما أنه وفاتها ما تسجلت بالنفوس فما في شيء رسمي مكتوب. بالنهاية الموت حق والميراث حلال إلنا شرعا، ما هيك؟ صح؟ يعني المخلوقة توفت من 12 سنة وما خبرت حدا عن وفاتها؟ هلأ شيلك من هالحكي ولاقي لنا حل لمصيبة تبعنا. حل شو؟ ولا بدك يعني أنا أكون شريكتك بالجرم تبعك؟ أنا رح خبر بنك أصلاً أنه عندك متوفية. روحي خبريهم، برافو عليكي، وحرمي إخواتك من 6000 ليرة بالشهر، وبعدها بيجوا بياخدوا البيت تبعنا. أصلاً شو بدنا بالبيت؟ نحن فينا نعيش بالشارع عادي. خلص روحي خبري البنك وعملي اللي براسك. يلا معناتا من لما توفت وانت عم تاخد معاشه ونحن ما معنا خبر لليوم. ايه طيب، وعرفتي هلأ قليلي فاتورة المي شلون بتكون تدفعوا إذا أخدوا منا الراتب تبعنا؟ يلا خلص خبري البنك، روحي ما فارقة معي. يا جماعة عندي فكرة مجنونة بس بتحل القصة. شو هالفكرة؟ خلص قيمة على راسك، مبسوط بهالشكل؟ بنتي روحوا بعده ما حدا يقدر. كيف صحتك؟ مين اللي معك؟ شكرا عمي حسان، هدول عيلتي وقرايبيني، جايبتهم معي زيارة. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا، منورين. وهي صار عندك كلمة عمك، نقي لي بدك ياها. بلالك هالعملة دولاي، بخافي يحسوا على شي وتخسري شغلك. لك شغل شو هذا اللي بدي اخسره؟ أنا يا دوب اجي لهون مرتين بالأسبوع، ناخذ اليوم ومنرجع بكرة، أصلا ما حدا هون عم يساوي تفقد، لا تقلقي. يا ربي والله هي الناس معترة. شو عم نسوي نحن مع ضميرك وما عليكي؟ خلاص خلي الموضوع لميس عليك. إذا ما دفعنا فاتورة المي أنا وأنت وإخواتك بتطلع ريحتنا، وساعتها أهل الحارة بيقلعونا من بيتنا. إيه هيك أكيد.
خلينا ننقي. حسنية خانو ممكن تموت معنا، مريضة كتير يا حرام، مو ظابطة. هاي اللي لابسة أبيض. نورية خانو لازم تاخد الدواء كل ساعتين على الضبط، وهي رح تلبكنا. وسونيا حية من تحت لتحت، هي إذا حست عشي بتفضح. وسوزان والله هي ممتازة، بس الكل رح ينتبه إذا بتغيب ساعة عن المركز. أختي عجبتني هاي، ممكن ناخذها؟ تعي لهون. شو بكي شو جنيتي؟ هاي بني آدمة مو لعبة للأولاد. كيف تقولي عجبتني؟ بس والله عجبتني. ولا حرف. شو اسمه هذا المرض اللي صاب أم رفيقك بالمدرسة؟ شو كان اسمه؟ الزهايمر قصدي؟ آه الزهايمر هو أضمن حرف. أمانة بس أكبر إياكم تحطوني بهيك مكان، اقتلوني قبل إيه؟ لا تخاف، رح تكون قبرتنا كلنا أصلا إن شاء الله. بس أنا أختي طلعي شوفوا هاي. مزبوط. أول شي بتساويه برافو يوقشني الذكي لك دخيله خبير الزهايمر ما أطيبه، والله أصبت وحدة فيهم. بتحسيه شق التوم لعمتي. خلاص أنا بروح مشي. لا ما فيك، ما بتعرف هدول الزعران شو ممكن يعملوا فيك إذا كمشوك. طيب خليني بس وصلك على البيت بالسيارة، أصلا بدك تساعدني لأخذ هدول الكراتين. هني أكيد ما رح يجوا بهالوقت، خلاص بحملك ياهن وبمشي. حكمات الله يوفقك، اسمع كلامي بس هالمرة. ماشي يلا. وينو هذا التافه؟ أكيد من رابطه متخبي ما هيك؟ عم بحكي معك، وينو ندل حكمات؟ شو بيعرفني؟ ما رجع على المحل من وقت المشكلة. ليلو رح أشرب من دمه. حكمات صاروا بعد اطلع اذا بدك. معقول هالشي؟ انا اتخبى مثل الفيران ورا؟ طبعا حكمات لازم تتخبى، هدول شلة زعران وبلطجية، واكيد الحكي ما رح يجيب نتيجة معهم ابدا. شو مشكلته هالولد معك؟ كل هالشي بس لانك طلعت مع اخته مشوار عادي؟ بس انا ما طلعت مع اخته. كيف هالحكي؟ مو اجت البنت على المحل وحكت معك هداك النهار؟ مو هي اخته نفسها؟ على فكرة البنت لطيفة كتير، أصلاً أنا فكرت في شي بيناتكم. وحياتك ما في شي بيناتنا بنوم، ومستحيل يكون أصلاً. في وحدة تانية بقلبي. وقفي السيارة هون بكمل مشي. طب بوصلك على البيت. شكراً شكراً، ما له لزوم، أنا حابب أمشي. من هون من هون عمتي، تفضلي تفضلي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. تعبت. انتبهي للحفة. مو معقول اشلحها. في شي تشلحي من رجلك هون اذا بدك. تفضلي لجوا. فوتي عمتي نورتي بيتك، اهلا وسهلا. فوتي عمتي فوتي تفضلي. يا ربي دخيلك. شوفي شوفي خير، كل شي لساته مثل ما كان، ما في شي متغير.
البيت لساته على حاله. الحمد لله اللي الله مد بعمري ورجعت له. طبعا عمتي حبيبتي، نحن ما غيرنا شي بالبيت مشان لما ترجعي تلاقي مثل ما كان. اسمعي اسمعي، فاتت بالدور وعجبت اللعبة. عن جد أنا فخور فيكي، هي بنتي اللي بعتز فيها. عمتا بتحبي أخذ لك غراضك على غرفتك؟ معلومة بحب، وبعدها رح أعمل لكم أكلات طيبة يا حبايب قلبي. فوتي فوتي عمتي، هي هي غرفتك. لا تفرح كتير، مجرد ما ندفع الفاتورة أنا رح خبر الكل إنه العمة زليخة متوفية، وبحياتك ما عاد تحلم بمعاشها. تمام؟ شكلها هالختيارة مصدقة عن جد إنه هي عمتنا وعجبتها اللعبة. ايه والله يا حرام. مجنونة والله. يلا عمتي تفضلي. عدوا منيح، اجت عمتكم. اجت عمتكم. طلعي صورينا بتليفونك شي صورة. صور شو يا بنت؟ هلا وقته هالحكي؟ ليكي لميس، والله فكرة حلوة. يعني إذا كنتوا عايشين مع عمتكم بنفس البيت، معقول ما يكون في لكم صور معها؟ رح أخذ لكم صورة هلا وبكرة بطبعها مشان قبل ما يجوا الجماعة نعلقها بشي مكان. أيه؟ يلا قربوا كلكم، قربوا لعنا قربوا. تعال اسمع. أحمد تعال أنت كمان. إلي لي عمتي، ما اشتقتي لي؟ معلوم اشتقت لك، بس زعلانة منكم، ما حدا عم يزورني. معك حق، بس مشغولين بمدارسنا، بس بوعدك من اليوم ورايح ضل زورك على طول. أنت عمتي الغالية. يلا 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 جاهزين؟ حكمة تعا عود معهم قبل ما صهر. وأنا عم قول مين اللي ناقص فينا. يلا فوت فوت تصور معنا. شو بعنفك مجروح؟ اللي عم يدوروا عليك لحتى يضربوك. لاقوني لإلي. شو عم تحكي؟ وهين ضربت عنك هيك تعادلنا. بس الكلاب لساتهم عم يدوروا عليك، فدير بالك منهم. بعرف وأنا ما رح اسكت لهم. طلعوا طيب على الكاميرا. يلا خلينا نتصور هلأ، بنحكي بعدين. جاهزين؟ تسمعي يا حليم، حكمة تقرب شوي كمان. هيك قرب أكثر. عمتي الحلوة. لا نفسي دخلت. بعدوا عنا بعدوا عنا يا أولاد. بعدي هيك لميس، ممنوع يصير لها شيء قبل موعد البنت. فكرت، لا تمدوا ايديكم، حرقت لايدك. ما احلى هالريحه. شو هاد؟ انا ببيتي يا جماعه ولا مخربط؟ شو هالصباح الحلو؟ شايف الصفره عامره وانا ما فيني اتحمل. محتفلين برجعة ابوكم بالسلامه؟ بعرف متاخره بس مقبوله. لك بابا عمتا عم تساوي لنا أكلة طيبة. والله اشتقت لك يا روح قلبي دخيله. أصلا بهذا البيت ما حدا بيدير باله على ابن أخوك غيرك أنت، والله العظيم. يلا روح غير ثيابك، هلأ بيجوا الموظفين من البنك. خلوني يبلع لقمة بالأول بالفياريقي وشو فيها بعدين، إذا أجوا هلأ ما رح تخرب الدنيا يعني. ما حدا شاف حكمات؟ ما شفته. أحمد تعاكل، عمتو عاملة أكل كتير طيبة. أوه شكلهم بشهي. يلا رح أخذ لي وحدة وأكلها على الطريق. يعود افطار على مهلك. لا مستعجل أحمد. كتير أحمد شو بدها؟ شفت حكمت وهو عم ياخد سكينة من المطبخ. ولك شو عم بتقول؟ قال بده يتخانق مع الشباب، سمعت ولاد الحارة عم يحكوا. اللي وين توعدوا؟ قدام بيته لبراق. أحمد أنا بدي إجي معك. لا تخليني عصب هلا، اقعد معهم وما تحسس أختك بشي. يلا روح من وشي. يلا يا أولاد تعوا خلصونا، الأكل رح يبرد. عيلتي حلوة، بيفطروا مع بعض وبيقوموا سوا عن الطاولة. الحمد لله اللي عنا عيلة بترفع الراس وبتبيض الوش. مين بكون هذا الزلمة يا بنتي؟ بابا. لا يا عمتي والله بزعل منك، معقولة أنا ابن أخوك الوحيد وما متذكرة مين بكون؟ معليش يا ابني الكبر عبر. أي كبر يا عمتي، لك دخيلك أنا وما شاء الله عليكي.
تعرفوا شو؟ بالأول خلينا نحل موضوع البنك وناخد البطاقة، وبعدين رح أعلم بالجرايد إنه عمتي بدها تنخطب، وشوف الشباب شلون رح يوقفوا طابور على بابنا هون. شبه فهمنا. ليكي ليكي كيف عم تضحك، عجبها موضوع الخطبة. يا عليك. لا تخاف، هاد أنا. أنت شو عم تساوي هون؟ خبروني إنك جاي تنضرب. قلت بيجي بوقف جنبك ومننضرب مع بعضنا. أخي أنت أكلت نصيبك ومشي الحال، ما تتدخل، أنا بحلها. مو أنا المسؤول عن هالمصيبة يلي ابتليت فيها؟ ها؟ يعني بستاهل انضرب. هلأ فهمني شو هي الخطة تبعك. بصراحة ولا شيء أبدا، أنا حكيته على التليفون مبارح المساء واتفقنا أنا ويان نلتقى هون. شو بدي ساوي؟ مضطر واجهه. والله إنك واحد مجنون، أكيد ما رح يجي لحاله. وإذا أجوا موتوني ضرب مو فارقة معي. شو بدك يعني أعمل؟ طل هربان ومتخبي؟ خلص يا أخي باكل هالقتلة وانتهينا. أي طيب منيح، يعني السكين ما له لزوم أصلا. هذا أعطيني إياها من إيدك. هلأ مناكل الأكلة بكل أدب ومنسكر هالموضوع اللي معك. شو هي؟ كيف يعني شو هي؟ أنا مو قلت لكم لا عاد تجيبوا لي السيارات اللي أخدين أصحابها بالتقسيط؟ بس يا أخي في ناس بتشتريها. هنن بيشتروها بس أنا ما ببيعها. روح جيب سيارات الأغنياء المصفوفة جنب الملاهي والمطاعم. هالسيارة بترجعوها لأصحابها هلأ. ماشي. ماشي معك حق، اليوم المساء منرجع على مكانه، أنت اطمن كله بينحل، بس أنت روح. صحيح سمعت بآخر الأخبار؟ لا شوفي. حك ما تعرفته؟ اللي بيشتغل بالدكان؟ ايه هو بوراق رح يذبحه اليوم. لك ليش؟ ما بعرف، بس سمعت انه كان عم يحاكي اخته. بوراق دري واكيد ما رح يسكت على هالقصة. يا خوفي خلص عليه، والله هذا عصبي كتير، حالاته ما رح يحملوه وناويه نية وسخة. وهنن وين بدهم يلتقوا؟ اخي خلينا نروح، ليكن لهلا ما اجوا. وين بدك انا اروح حكمان؟ بدك يقولوا خفت منهم وهربت؟ يقولوا مثل ما بدهم، صار لنا ساعة واقفين هون وما اجى حدا. هلا بيجوا. استنى. ها شو؟ جاي برجليك على موتك؟ والله انك بطل، كنت مفكرك مو زلمة. كل هالحكي ما منه فايدة، خلينا نحكي من رجال لرجال ونسكر على الموضوع بقى. أكيد حنسكره. بدر أنت لا تتدخل. وهاد مين بيكون؟ ولا حابب تاكل قتلة مع اللي عاملين حالهم رجال؟ يعني معقول اثنين على ثلاثة؟ شو رأيك تقاتلني أنا؟ شو اسمك انت؟ براق. ليك يا براق خلينا نسكر الموضوع هون وننسى، ماشي؟ اتفقنا؟ شو قلت؟ بعرف بعرف انك موافق. يلا شكرا. صار لك شي؟ روح ما في شي. اخ يا فكري بيك وينك لهلا؟ شو بيكون صاير معه؟ ليش تأخر كل هالقد؟ ها؟ شو صاير معك؟ ليش رجعتي بكير؟ صاير معك شي؟ اوف اوف منك.
عليك امي، يعني شو بده يكون صاير معي؟ انا كم مره قلت لك اذا ما كان في شيء ضروري ما في داعي تطلعي برات البيت. ليكي بيتنا شو حلو، على الاقل امان. شو قصتك؟ ماما كل الناس عم تحكي عنك وعن العم فكري وجوده هون. طيب هدول الناس شو عم يحكوا؟ هن شو عم يقولوا؟ انتي مطلقة والناس بيعرفوا، وهو كمان، وجاي طلع عنا على البيت مو منطقية بالمرة. بس هو نيته مو سيئة بالمرة بنتي. بعدين لا تنسي انه فكري الدكتور، دكتور نفسي. بعدين انا كتير عم بتحسن معه. طيب ماشي ماما. بس امبارح ما اجى على العشاء، واليوم الصبح ما اجى. برأيك معقول يكون صاير معه شيء؟ لا تخافي، بكرة ما بتلاقي غير اجا. موجة؟ انتي معك رقم فكري لحتى احكي معه واطمن عليه؟ لا ماما انا ما معي رقمه هلا، بس اجا ما بتلاقي غير اجا لحاله. انتي لا تاكلي هم. اول شيء بتمسحي الازاز بمية الخل الدافية والاطارات بتنظفيها بالكربونات تنضف اكتر مثل ما عم قلكن. كربونات ومي، شو بتحبي سجل كمان؟ خلص بنتي تركيها هلا. يلا عمتي خلينا نتدرب شوي، شو رأيك؟ تعرف يا ابني وقت كنت صغيرة كنت اتدرب بفريق الركض، ومرة كنا عم نسهبق مع فريق السلام، امتى وقعت بوقتها. والله هيك صار. يا الله دخيلك. بس عمتي انا ما عم بحكي عن هذا التدريب، انا بدي اتدرب اكتر هلا على معلومات الهوية تبعك. وهلا قليلي شو اسمك وكنيتك؟ بس انا ما بعرف كنيتي واسمي. عمتي زليخة، رح أرجع أسألك عنهم، ركزي شوي. شو اسمك وكنيتك؟ شبك لك، ركزي معي شوي. بابا خير؟ بدك ننفضح قدام موظفين البنك ونتشرشح؟ اسكتي خليني أعرف أتفاهم معه. يلا عمتي أنا هلأ بحكي وانتي بتعيدي وراي شو بقول، تمام؟ أنا اسمي زليخة وكنيتي أوشانسو. أنا اسمي زليخة وكنيتي أوشانسو. أخ شو هالحالة هي، الظاهر انضربوا كل فيوزاتها. عمري 88، نحن بال 2017، إذا طرحنا منه 88 قديش بيصيروا؟ ليكي ليلاس احسبي لي إذا شلنا من 2017 88 قديش بيصيروا؟ إذا شلنا 8 بعدين شلنا 8، إذا شلنا 8 بالأول هدول حطيناهم هون وقمنا هدول بيطلعوا 1929. بابا أنا اسمي أوشانسو وعمري 1929. شو عم تحكي؟ رح تجنينيني. ها روق شوي عليها. لك اسمعي شو عم تقول، اسمعي. لك هي مضيعة وما أنا عرفانة مواليدها من عمرها. ليكي آخر مرة بقلك ركزي بكلامي، عمرك 88 واسمك زليخة أوشانسو وخلقتي بإزميت، أبوك اسمه مصطفى وأمك اسمها. فهمنا أنا رايق، فهمتي شو قلت لك؟ بس أنا ما عم أتذكر ولا الكلام. لأنك مرة مخرفة. خلص عم لا تزعلي جرمالي، لا تزعلي. خلص عمتي مشان الله روقي، ما تزعلي، الموظف رح يجي هلا ورح نتبهدل. انا والله ما حكيت معه شي، ليش هيك عم تبكي؟ عود انت. اهدي عمتي. مين هالباب يا بنتي؟ روقي عمتي هلا بشوف، لا تقلقي. اهدي خلص روقي عمتي، الله يوفقك عمتي، لا تفضحينا وخلي عيونك علي. يلا قوموا يا ربي دخيلك. مرحبا، انا بكون موظف من البنك، بدي سلم زليخة أوشانسو بطاقتها. العنوان مو مزبوط. هذا اللي عندي كيف مو مزبوط؟ العنوان مزبوط بس هون ما في حدا اسمه زليخة، على الاغلب انتو غلطانين. اوه اهلا وسهلا فيكم يا حراس مال الوطن. وينه؟ هي عائشة رجعتنا المنقل. تضرب هي ومنقلها. يلا عمتي خلينا نكفي تدريب ماشي؟ اسمعيني منيح، انتي اسمك زليخة وكنيتك أوشانسو وعمرك 88 سنة، ولدتي سنة 1929. يلا لشوف. انا
ثاني 1929. يا الله. لك مو هيك مو هيك مو هيك، عن جد انت خرفانه وما فيكي عقل. ليش تاخروا هدول كمان؟ ما رح يجوا بنوب. انت شو عم تحكي؟ اجوا من شوي وقلعتهم. ها؟ انتي مجنونة؟ لك ليش هيك سويتي؟ حاجة تصرخ، خوفت الولاد. بعدين ما بيجوز اللي عم تساوي، هي مرة مريضة مو شايف وضعها؟ وإذا كانت المرة مخرفة يعني، فهميني انتي ليش مشيتي موظفين كلامك. البنك؟ ليش؟ أنا وإخواتي وهالمرة المعترة ما رح نكون شركة بمشاريعك الوسخة. لك انتي ليش هيك عم تساوي؟ مو عصاص كنتي معي؟ صحيح. ايه بس ما توقعت تساوي هيك بهالمرة المعترة. مو انت كل الوقت بتضلي بتنقي وبتقولي بدك مصاري، فهميني ليش هيك عملتي اليوم؟ هذا اللي مفروض اعمله. بالله؟ ايه بالله. لك خليكي عم تعملي الشي اللي بدك اياه، بس انا ما رح ضل بهذا البيت دقيقة وحدة. انا رايح وما عاد بدي اشوف خلقتكن ابدا. روقي عمتي، روقي كرمالي، روقي روقي، لا تخافي انا معك. والله دخيلك، رح يوقف قلبي من ورا هي البنت الغبية. انتي مو بنتي، مستحيل بنتي تكون غبية هيك، اكيد صار خربطة بالمستشفى وقت ولدتي. خلاص خليكي فقيرة ومعطرة طول عمرك. غبية. شكرا بدر، والله ما قصرت فيهم ابدا. انا ما عملت اي شيء شباب. شو الظاهر ما قدرت تاخذ البطاقة؟ خرس. أوه. شكراً كتير بدر، شكراً كتير بدر. ولو شو القصة؟ شو صاير معكم؟ مو صاير شي. شلون ولا شي؟ شو هاد؟ روقي أختي، هلأ بخبرك كل شي. طيب ليش بدر معكم؟ بدي قلك أنه بدر حدا كتير طيب. شايفي كيف رجعنا التقينا؟ لميس بدر كيفك؟ تمام، وانتي؟ منيحة ماشي الحال. قليلي انتو صار معكم شي جديد؟ هلأ مو وقته. صحيح، عرفت شو صار؟ مو نحن اخذنا خالة زليخة من دار العجزة والمفروض نرجعها خلال اليوم. ايه تمام. صحيح بدر، انت عندك سيارة مو هيك؟ ايه دولار؟ ايه عندي. الشبكي ولا شايفتيها حلوة ناخد عمتك زليخة بالباص؟ بدنا نعزبك، توصلنا لهنيك بدر؟ ايه طبعا طبعا بوصلكم. شكرا كثير لك. يلا رح اجيب السياره لك. هذا ايه تمام. على زماننا ما كان في تلفزيون مثل هاد، الراديو كانت سلايتنا الوحيده بهذاك الوقت، كنا نقعد كلنا سوا مشان نسمع على الاغاني، وبالاخص انا ما كنت اترك الراديو بنوب. حبيبتي يلا قومي جهزي الأغراض وخلينا نرجعها. لمس إن شاء الله، يعني ما فيها تضل هون معنا؟ ما فينا يا روحي. خلص أنا رح رتب لها الشنطاي. ما قلتولي شو بدكن أعملكن اليوم المساء يا أولاد؟ شو بدكن؟ شو ما ساوي لكن قالب جاتو بالشوكولا؟ المفروض إنه نرجعها فورا. روحوا بعد ما حدا يقرب مني. أنا بدير بالي عليها وما بخليكم تتعذبوا بشي أبداً، بس إذا تركناها هنيك رح تكون وحيدة وما حد رح يهتم فيها لو سمحتي. المسؤولين عنا ما رح يقبلوا لأنه ما بتقرب لنا. ليلاس ليكي فيكي تروحي تزوريها بأي وقت بدك يا أبو. إيه هيك ورح نروح سوا، موافقة؟ روقي يا روحي. شو منحط للجاتو؟ شوكولا؟ شوكولا عمتي. مزبوط مزبوط مزبوط. يلا تعالي انزل عصمت. ليلا سكري الباب منيح. أنا بساعدة تولاي. تعرفي إنه جوزك حلو كتير ما شاء الله عليه. بس هاد مو زوجي، هاد رفيق.
أنا بهالزمانات كنت حب ضابط حلو كتير. بتعرفي إنه كان يشبه لجوزك كتير؟ قلتلك ما أنه زوجي والله، هذا رفيقي والله دولاي. كان طول بعرض مثل هالشب الحليوة، كنا نمشي سوا وكنت شوف حالي فيه. سمعتي؟ يا بنتي لازم تعرفي قيمة هالشب يلي معك، اوعك تروحي لأنه ما عاد تلاقي مثلها. اليوم أنا لو بعض أصابيعي ندم ما عاد يرجع لي. لهيك لا تعملي مثل أنا ما عملت زمان. يا حبيبتي والله هذا مو زوجي، خلصنا بقى. هي بتفصل أحيانا. إذا هيك خلص خليها تقولي اللي بدها. والله كلامك درر يا خالي، قولي قولي. بفهم منك عاجبك اللي عم تقوله. إيه عمي، بعدين شو صار معكم؟ ما خبرتي. أول شيء أنا ما عطيته وش ابنه، كسرت له قلبه كتير. وبعدين بس رجع لي عقلي لراسي لو تشوفي كيف صرت دور عليه دواره. بس طبعا وقتها كان فات الأوان. ايه طبيعي. بنتي اسمعي مني وخلي كلامي حلقة بإذنك، في دلال بيزيد عن حده وبيطفش الشب. والله معك حق. شو رأيك مو على الجرح تماما هالكلام؟ حكي فاضي. لو تعرفي أنا قديش حبيتك. تعالي معي من هون، خليني أعدك مكاني. مساء الخير يا جماعة، يسعد مساكم. لوين رحتي كل هالوقت؟ شو استلمتي شغل جديد؟ شو؟ بصراحة أنا كنت بزيارة عند قرايبيني. مين قرايبينك هدول؟ أنا خبرت الشنطة جوا وجهك. شكلها انبسطت عنده. ليلاس خلص يا روحي، بكفي حاجة بكي. ليكي كيف مبسوطة مع رفقاتها وعم تضحك، بتكون اشتاقت له. جده. ايه صح جده. تعال خلينا نروح، يلا تعال امشوا. زولاي؟ أهلين فاطمة. ما لقيت الخالة زليخة بغرفتها، بتعرفي وينها؟ أنتي مو متذكرة الست مديحة اللي توفت من فترة؟ مستحيل تنسيها. أه. يمكن زليخة خانم خربطت بالغرف ونامت بغرفتها، بس هلا هي بالصالون. لكان لروح شوفها. هالشريني مو بإيدكم، عن جد ما بتنطقوا بنوم. ليلاس العبوا هون شوي لبين ما ارجع. ماشي. شكرا كثير عذبناك معنا. روح انت لانه نحن بدنا نروح بالباص، ما بدنا نعطلك. مع اني حاسس انه بدك ضل، بس عم تطلبي مني روح. وانا ليش لحتى اساوي هيك؟ لانك عن جد بتخافي انه روح. أنا بعرف إنه أنت بتخافي من الأيام ومن الناس اللي بتترك وبتروح، ولهيك مسكرة على قلبك وبدك تضلك عايشة لوحدك. أنت خايفة تتعودي علي وتثقي فيي، وآخر شي يجي يوم أتركك وروح، لأنه وقتها أنت رح تزعلي من حالك. بس أنا ما رح روح يا أنيس، أنا دائما رح كون. أنا رح استناكي على الشط اليوم وكل يوم، سواء إجيتي أو ما إجيتي. لا تنتظرني، ما رح أجي. أهلين جميل. لميس كيفك؟ منيحة وأنت؟ بتذكرة موعدنا المساء ما هي؟ أمي عم تستناكي على أكيد، وعم تتصل تسأل كل شوي وين لميس وشو بتحب. الواضح لسه مصرة تساوي لك قبل ما. ما بتفرق بعدين، أنا مو ضايقة هي الأكلة قبل بمرة. طيب اليوم بتدوقيها، إمتى بمر باخدك؟
ما في داعي تمر، بدي ساوي كم شغلة قبل. والله؟ طيب شكرا كتير لأنك قبلتي عزيمتي لميس. لا تشكرني. يلا بشوفك. لقد تم إلقاء القبض على العصابة التي خدعت العجائز وقامت بتحويل رصيدهم البنكي لحسابهم الخاص، ويجدر التنويه إلى أن هذه العصابة قد قامت بقتل شخصين. مشاهدين الأعزاء، هؤلاء المجرمين سينالون جزاءهم. ليش هيك عم يعملوا بهالختايرة؟ ولا حرام؟ موجة؟ مين؟ ماما أنا رح أفتح. لا 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 تفتحي إذا ما عرفتي مين هو. مين؟ دكتورك. والله ما قدرت اتهنى بلقمة واحدة ببيتهم النحس هداك. شو هالصفرة الحلوة هاي؟ اوه شيماء خانم، شو هالأكلات الطيبة هدول؟ الله يسلم ايديكي. ها؟ شيماء خانم، شبك صاير لك شي؟ انت منيحة قليلي؟ لما طولت كتير خفت عليك. والله قلقت عليك كتير. في شغلات أبداً ما منيحة عم بتصير. عم يفوتوا على بيت الخضايرة ويقتلوهن، وبعد هيك بياخدوا لهم بيوتهم. مو معقول، مين قالك إنهم عم يقتلوهن؟ بيكون ربنا أخذ أمانته. هيك بالتلفزيون عم بيقولوا، عم يخطفوا الناس الخطايرة وبعدين عم يقتلوهن. شيماء خانم، والله خوفتيني ورفعتي لي ضغطي. لا حول ولا قوة إلا بالله. أساساً أنت قلتي إنه عم يخطفوا الخطائرة، بس أنت لساتك صبية بتجنني ما شاء الله عليك. تعي يلا تعي، خلينا ناكل سوا. يلا 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 جاي. موجة تعي كلي. فكرات، خلينا نحط شوي على برامج الأطفال. روقي، مو شايفة عم أحضر المسلسل. برامج أطفال بهالوقت ليلى؟ ليكو شباب، أنا نيمت عصمت، سمعني؟ اتفقدوه كل شوي، وإذا لقيتوه تكشف غطوه أحسن ما يبرد. بكل الأحوال ما رح طول. وإنتي لوين رايحة؟ خالي فاطمة عازمتني. أمه لجميل قصدي؟ أي. شو كأنه هالمسلسل ما عم يخلص؟ ما رح يخلص. يعني أنا بدي أتحمل هالقرف كل أسبوع؟ جيتي عن جد؟ أين؟ لازم تعرف بالأول حياتي مو متحملة أي صدمة. كيف يعني؟ القصة إنه مو ناقصني مصايب جديدة، بكفي.
أنا مستحيل إني زعلان. رح تشوفي بعينك. إجيت لعندك بإرادتي. وعدني ما تتركني. أنا ما رح أتركك أبدا. بس وعديني أنت اللي ما تتركني. بدر شوف أنا عم شوف كتير منيح. تفضلوا هاي الشاي. سلم إيديك. إيه كملي. حاسة الأمور بيننا تطورت بسرعة. معقول تبوسني هيك فجأة؟ يعني مو بكير شوي؟ شو ما عجبتك البوسة؟ لا مو هيك. كيف لك؟ بتعرف انه عندي كتير مسؤوليات. حياتي فيها كتير مشاكل وهم. اساسا بالزور انا عايشه لليوم. بس انت شبني. انا في براسي مليون موضوع. ومو فاضي لقصص الحب والعشق. ما عندي وقت بالمرة. لهيك حياتي مو متحملة. ايه؟ باختصار مانك مجبور تتحمل حياتي. يعني أنا كل وقتي بالشغل وهيك بيمضي علي اليوم. ما بقدر أكون معك بأي وقت بدك إياه. وأنت مانك مجبور تتحمل هذا الشيء. أنا مالي البنت المناسبة. بدك يعني شوف بنت تانية؟ رح تعيشي معي حياة كتير حلوة. إذا وثقتي فيني وصدقتيني بوعدك إني ما رح زعلك بيوم. بصراحة هي أول مرة أنا بوثق بحد. وبتمنى إنك ما تخون ثقتي شو ما صار. وإذا شي يوم مليت فورا خبرني. لأنه رح يجي يوم وتمل مني. ما رح خبرك. كيف يعني؟ ما رح قلك لأنه مستحيل مل أو أتعب. وأنت جنبي ما رح يكون في أي شيء صعب. أيوة كمان. شو كمان؟ أوعك تكذب علي لو سمحت. هذا أصعب شيء. تمام ماشي. شكراً كتير لميس. عن جد شكراً كتير لأنك جيتي. يلا تصبحي على خير. تلاقي الخير. أنا حشوفك بكرة مو؟ طبعاً. اتفقنا لك. تمام. Omuzunda hayatın yükü yüzünü dön, dön güneşe. Güneşi bir el ateş ettik bilmedik, kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden her bela. Peş peşe nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden her bela geldi peş peşe.
saklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda kalmadın mı? Öp öpü koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. شو ليلاس فقتي؟ ليش معصبة؟ شوفي حبيبتي قولي لي صاير معك شي؟ شو بده يكون فيه؟ طيب تعالي لحتى نحضر الفطور مع بعض. شو كأنه ما عملتي الشاي؟ لا ما عملته اليوم. يعني بالعادة انت كل يوم بتساوي؟ مو جاي على بالي انا، شو المشكلة يعني؟ طيب مو مشكلة أنا بساوي اليوم. ليكي لميس بدي أسألك سؤال، باقي الناس مين بيحضر لهم الأكل؟ مو أمهم وأبوهم هنن يلي بحضروا لهم كل شيء؟ والولادة بيقعدوا على الطاولة يستنوا الفطور، بعد ما يخلصوا فطورهم بيروحوا على المدرسة وأهلهم على الشغل. صحيح حبيبتي، بس هدول الولاد مانن شاطرين مثلك يا روحي. وشو السبب؟ لأنهم ما بيعرفوا يجهزوا فطورهم لوحدهم. شو بدك بهالحكي؟ يلا عادي وأنا بجهز الفطور. إيه دخيله قليل المروة اللي مل من تحضير الفطور. هدول الدواليب صار لازم نتخلص منهم. إذا وثقتي فيني وصدقتيني بوعدك إني ما رح ساعدك بيوم. بصراحة هي أول مرة أنا بوثق بحد، وبتمنى أنك ما تخون ثقتي شو ما صار. إيه كمان. شو كمان؟ أوعك تكذب علي لو سمحت، هذا أصعب شيء. تمام ماشي. بدر سامعني؟ بدر شوفي. نعم. من شان الدواليب. اي دواليب؟ هدول الدواليب صح. انا اعطيتك رقم تليفون امبارح، اتصل فيه هلا وقول له يجي ياخذ الدواليب. طيب ماشي. شو رايك نقلي بيض مثل يلي قلينا وقت كانت عمي هون؟ يا روحي ما في عنا بيض. شو رايك تاكلي جبنه هلا وبنبقى منجيب بيض بعدين؟ عشو عم تضحكوا؟ هاتوا ضحكونا معكم لشو؟ نحن شايفين وشك مورد كتير. أنا رح قلك شو قصده، نحن عم نقول إن شاء الله وشك بضل مورد. آمين إن شاء الله يا رب. يعني شو أبكي مشان تطلو ضحك؟ لا دخيلك، ضلك عم تضحكي اوعى تبكي. ليلاس شو عم تعملي فوق؟ من أول ما فقتي وأنت رايحة جاية بهالبيت؟ ضايق خلقي كتير والله. طيب تعالي كلي لك لقمة. ما بدي آكل. معقول ضلك بلا أكل؟ تعي لهون لشوف يلا. ايه معقول. تركيها خليها تفرغ طاقتها، شو بدك فيها؟ لميس وينه بابا؟ عند شيماء. بابا بيكون عند شي واحد من رفقاته. فكرت أنت ليش عم تحب؟ لميس حطي له معقم، لأنه إذا كان مأمل ما رح خليه يفوت على الغرفة بنوم. بالله ما رح تفوته، على أساس أنت أنضف. اوه لك شو هالريحة هاي؟ وراسك ريحته بشعة، قوم على الحمام. يلا قوم لشوف. تضرب بهالراس وسيخ. الو الو لميس كيفك؟ منيحة وانت؟ منيح. شو بدي اعمل؟ كتير اشتقت. بس انت من الواضح انك ما اشتقتي لي. تمام. شو بشوفك المساء؟ أختي جاية. نعم. معلش بدر أنا آسفة، بعد شوي برجع بحاكيك. ماشي. شوفي لميس الموية كتير باردة. ليش هي؟ ما عم بيشتغل شكله. يا الله على هالقصة، شو هالحظ هاد؟ شو بدنا نساوي؟ هذا الموجود
يعني شكون ربك انه في مي لحتى تتحمى؟ اختي المي كتير باردة مبوظة كتير، روح لعندته لا يتحمى. حبيبي عيب نتحمم عند الناس، بكفي تحملتنا وقت كانت المي مقطوعة. شو ساوي؟ خلص هلأ بشوف كيف رح سخن لك مي مشان تتحمم فيها. يلا طلع، خلص سكرتهم طلع. كأنه ريحتك طالعة. ايه والله مزبوط، سخان المي عطاكن عمره. لا تقوليها. ها وقت اجت المي قام انتزع السخان دغري. يلا واحد منكن يقوم يشوفه بركي بيشتغل. وينه المفك؟ بالغرفة رح قوم جيبه. يلا بسرعة. ليلاس لا تنطي هيك على الكنباية، مو شايفتيها آخر عمرها، هلأ بتنشأ مو ناقصنا. ما فينا نعمل شي بهالبيت بنوب؟ لوين؟ بدي اطلع ده خلقي. بس بدك تتحممي بعد فكرة ثلاث بعدي. ليلاس لا تروحي لعند رفيقتك راما، خليكي قريبة منها. ضل هيك ولا البس؟ قوم البس. الواضح انه هذا محترق. ايه وشو العمل؟ ما راح يشتغل، لازم نشتري واحد جديد. شو صار معكم؟ بيتصلح؟ نصلح شو؟ هذا منتهي، ما راح يشتغل، لازمنا واحد جديد. ايه هيك بسهولة؟ نحنا ما عنا مشكلة، بس الأولاد بيمرضوا. حروح سخن مي على الغاز مشان حممون. ايه مشان أنينة الغاز تخلص هلأ ونموت من البرد. وبالله شو بدك يعني يساوي مثلا؟ يا الله أحمد، شو رأيكم تروحوا عن جارنا مصطفى؟ بجوز يكون عنده شي سخان تقليد. ماشي، وأنا رح سخن مي للولاد. تمام، وأنا اليوم عندي عطلة. طيب لا تضل واقفين. ماشي. لا تكون مأمل أنت كمان. شو قصدك أنت؟ ليش اتضايقت؟ كيف ما بدك تأمل وأنت مربيون وناكشون؟ روح يلا. يا الله ما أخاف دمك، رح تموتني بهضامتك. وأنا جسمي عم بيحكي لك. وين رحتوا؟ صباح الخير شباب. أهلين، صباح النور. صباح النور شباب. اشتريت شوية كعك، حدا على باله؟ لا يسلموا إيديك، نحن اشترينا عسل الصبح وأكلنا. شو بدك؟ عسل شو هاد من وش الصبح؟ عسل مصفى. أنا رايح أعمل شاي. بدك تشرب شاي؟ ومرتك عم يفوت لعندها أشكال وألوان؟ والله آخر زمن. يمكن في يوم ترجع علي والقلب حلم يتحقق، بلاش تبوسني فعلي كبير بوسع. فكري بيك؟ ها؟ أنا غسلت لك ثيابك وكويتها، والله صاروا مثل الليرة، رح علقهم على الباب. أنا غسلتهم وكويتهم منيح وزبطتهم على الآخر. شيماء خانم عم بتخجليني بذوقك ولطفك، والله مو عارفان شلون بدي ردلك جمهيلي. شو هالحكي فكري بيك؟ ما في شي من قيمتك. فكري بيك الفطور صار جاهز، أنا اليوم سويت لك عجة، بتحب أني أعمل لك جنبهن عصير؟ والله ما بدي تعبك، مبارح المسا عملتي عصير جزر، إذا لسه موجود منه حطي لي على الفطور مو مشكلة. إيه مزبوط، وبعصر كمان اليوم لأنه أطيب تازة. طيب ماشي، يسلموا إيديك. تيابك ليكون هون لكان منلتقي على الفطور. والله ما حدا مبسوط قدي، شو هالعيشة الحلوة. المي مثل البول. إيه لا المي السخنة عاجبتك ولا المي الباردة؟ شو ساوي لك يعني فكرات؟ قديش بتحب تكون درجة المي؟ حط صابون، حط صابون. ايوه كمان، ها يلا 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 كمان، برافو عليك. سعيوني احترقوا والله يا أختي. فكرة حاجة تنق على راسي مشان الله. أوه أختي خليني أتحمم بلا صابون. كيف بدك تحط صابون ومي بنفس الوقت؟ حط صابون تحت باطة، يلا بسرعة بسرعة، برافو. أوه بعيد عني. والله شكلك مأمل عن جد، روح من وشي. لك شايفني أنا اللي رح موت لحتى أمشي جنبك يا أهبال؟ شوف شو عم ساوي بيوم عطلتي، لك يلعن هالحظ. لهالدرجة بتنزعج إذا ما رحت على السوبر ماركت؟ ايه وين الغلط؟ ايه معك حق، معك حق انك تحب الشغل. إلك عين تعلق علي؟ مهجة انا بعلمك، اذا بتحبي درسك رياضيات
لا تاكلي هم، انا مستعد ارسك كل شيء. ايه بلا سالي خلصنا. هلا عن جد شو في بينك وبين مهجه بالضبط؟ انا عن جد مو فهمان شيء. نحن بلشنا حبيبين وقراب كتير، وبعدين رجعنا رفقات كأنه في شيء تغير. ما عم بفهم، ما بعرف هالبنت كيف بتفكر. خلص انت لا تاكل هم، اكيد رح يجي يوم وتفهم كل الموضوع. لك يلا زتا، ليش عم تلعب شوي شوي؟ عم شوي شوي. وبعدين معه انت ما عم تطلع علي. ساعة عم قلك مرة موجة عم شو انك اعمى. في برد كأنه ومشي على التدفئة. معقولة انت؟ يعني فكري بيك دوبه متحمل، مو معقول خليه يبرد. يبرد نحن شو دخلنا؟ عن جد مو معقولة. خلص خلص أنا رح أمشي على التدفئة. خلص ماما، ليش نشغل التدفئة هلأ؟ يعني في حدا بيشغل التدفئة بهالجو؟ شو رأيك نغير لك أدويتك؟ يا عيني. جاي ليه تفضل. يسلموا إيديكي، شو هالصفرة الحلوة هاي؟ أنا رح زبط هاي وإجي. بس الكرم منيح. لا ما كتير زابطة. سم الهاري إن شاء الله. عيب ما بيجوز. لا شو هاد؟ شو هالضجة هاي؟ امشي مكان. شو عاملين ساحة عيد هون؟ خلونا نفطر على رواء انت وياه. حلوا عنا العم على هالقصة. طلع اللي عم يقولوا الناس صحيح، فكري عم ينام عند مرته لهاشم. والله الشباب بيشتروا هالخبر بمليون ليرة. اي بابا الو. بابا تعالي لعندي يا حبيبي. طبعا ما رح تسمعوني اذا كل الوقت عم تعيطوا. العمى مين بيكون؟ انا رح افتح. انا بفتح. بابا ليلاس انت شو عم تعملي هون؟ يعني مزبوط عم تضل هون؟ ايه انا عم ضل هون. بقدر اعيش معك؟ لا لا طبعا ما فيكي. يلا روحي وبس افضى بمرق لعنكم. يلا روحي من هون بسرعه. يلا روحي روحي، لا تضلي واقفه هون. يلا امشي يلا. الو هاشم، انا بدي اقول لك شغله بس وعدني ما تعصب. وليش رح تعصب؟ قول بسرعه شو بدك. شيء بخص مرتك. شبه مرتي ولا؟ والله في ناس كتير عم يقولوا انه فكري السكرجي عم يضل عندكم. شو عم تقول؟ لك مين الحقير اللي عم يحكي هيك؟ والله القصه مو حكي، انا هلا شفته ببيتكم. شكله هلأ لعرف بالقصة بس بعد ما فات الأوان. فكرة العاب بدون ما توسخ حالك وتعرق. تمام؟ حاضر. عصمت حبيبي ما بدك حمامك ولا الحلو مو حابب يتنظف؟ تعال نشوف الباب. اه بدر ما رجعتي اتصلتي فيني فقلت لحالي بجي بتطمن. كيفك عصمت؟ تفضل يلا يلا. انا اسفه نسيت ارجع ادق لك، كان بدي حمم الاولاد الصبح بس السخانه تعطل لهيك اضطريت سخن مي على الغاز. خلص لحمم. هالموضوع منحله هلا، خلينا نطلع. بس اليوم ما فينا نعمل شيء لانه عصمت معي تولاي اجت امها لعندها من البلد، لهيك ما فيني اتركه عندها. ايه مو مشكلة. شو يعني؟ بما انه ما فينا نطلع بدون عصمت فمناخده معنا. انت عم تحكي عن جد؟ ايه عن جد. شو ما بصير عصمت يغير جو يعني؟ شو بتروح؟ ابروح. حلو دخيله. يعني مصر انه ناخده معنا؟ ايه مناخده معنا معلش. شو هالصوت؟ الولاد بيكونوا عم يلعبوا. شو بكي؟ لك ولاد شو؟ ما في غير عصمت بالبيت. وقف مسك. لك شو القصة؟
وقف على جنب بدر. وقفي وقفي، خدي عصمت من ايدي وعطيني العصاية اللي معي. لك ايه؟ انتبه. ليلاس؟ انت شو عم تعملي هون؟ امتى اجيتي؟ من شوي لما كنت عم تحممي فكرات. طيب يلا جهزي حالك مشان تروحي معنا مشوار. تمام. انت فيكي شي؟ شو بده يكون في؟ منيح، يلا البسي. ما قلت لك خليكي هادي عشان ما يحسوا فيكي؟ عصمة تعال. مين هي؟ أهلين فكري بيك، يلا دقيقة بتجهز القهوة. يسلموا إيديك الحلوين شيماء خانم، شو لك، لازم نشرب قهوة طيبة بعد الفطور وننبسط. شو عم بيصير؟ ليش جاي الشرطة؟ شو اللي عم بيصير هون؟ والله ما بعرف، بس أكيد صايرت لها شي شغلة. تعي 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 قبل ما يشوفونا، هلأ بيعتبرونا شهود على الجريمة. يلا استنى، الظاهر في مشكلة كبيرة. ان شاء الله ارجع لاهلها بخير وسلامة. معقول ما يلاقوها؟ حبيبتي اجت الشرطة. ان شاء الله يلاقوها يا رب. بترجاكم بنتي ضايعة، مشان الله لاقوا لي اياها. ماشي ماشي مدام، انت روحي. طيب بنتكم شو اسمها وقديش عمرها؟ سيدرا، سيدرا سولماز، وعمرها 3 سنين. انتوا ايمتى اخر مرة شفتوها؟ من نص ساعة كانت هون معنا. اليوم بيكون عيد ميلادها، بالعادة نحن بنعمل لها اياه بهي الحديقة، كانت عم تلعب مع رفقاتها هون وفجأة ما عاد شفناها واختفت. طيب مفهوم استاذ، شو كانت لابسة وقت اختفت؟ كانت لابسة فستان لونه زهري. يصير فيها هيك. من جميل للمركز حوي. يعني ان شاء الله الظاهر انه بنتهم للجماعة انخطفت. اخ منشكر الله، والله خوفوني، فكرتهم جايين يداهمونا. كيف؟ يعني شيماء خانم شغلت الخطف دارجة كتير هاي الفترة، كل يوم بيخطفوا ولد وبيطلبوا من اهله فدية، والشرطة ما عم تلحق ترجع كل الاولاد. ديري بالك على بنتك، بكره بيخطفوا لك اياها. يعني معقولة يخطفوها لموجة ويطلبوا منها فدية؟ انا شو لازم ساوي؟ لك عم بمزح معك، ليش مين بهالحاله المعته معه مصاري يدفع فديه؟ ابوها للبنت عنده 3 بنايات ملكه، هذا الزلمه كتير كتير غني. طيب وانت ليش ما حكيتي هذا الحكي من الاول؟ شو ماتت النخوه بقلوبنا؟ بدي روح ساعده. فكري خليك، هلا بيخطفوك. يا الله قديش انت انسان يا فكري. ليلاس شلون تخطفي بنت صغيره؟ خطفتها ومشي الحال. شلون يعني خطفتيها؟ شو ما بيكفي الاولاد الموجودين بالبيت؟ شو جنتي انتي، في حدا بيخطف ولد؟ لميس، ليلاس ليش خطفتي البنت؟ تعال امسكني اذا بتقدر. ما راح تمسكني، انا بركض احسن منك. بابا يا روح وقلبه للبابا، انت بتعرفي قديش طالعة حلوة اليوم؟ لعبي هون لا تبعد كتير. يلا حبيبتي عطيني بوسي. يا روح قلبه للبابا يا روح. والله هذا بالوني. تعالي يا روح. لأنها كانت عم تلعب مع أبوها، كانوا مبسوطين كتير، كان حاملها بحضنه وعم يبوسها وهي طايرة من الفرحة، كانوا عائلة بتجنن. ايه؟ هاد اسمه ظلم. وين الظلم حبيبتي؟ كل شي، كل شي فيه ظلم. لميس لازم نرجع البنت لأهلها بأسرع وقت، إن شاء الله ما يكونوا انتبهوا على غيابها. مو هدول تياب عصمت اللي لابستهم؟ ايه صحيح. ليش وين تيابها؟
خلص اهدي طولي بالك. يي شو هاد؟ انشق بس فتنا من الشباك، بعدين صفرغت عليه ونزعته. شو بدنا نساوي؟ يعني البقعة ما رح تروح، وإذا غسلناه ما رح ينشف ومشقوق بعدين. خلص شو نساوي؟ رح ناخدها هيك. أنت شو عم تقولي؟ ما فينا ناخدها هيك؟ ما بدنا حدا يحس إنه في شي غريب، المفروض ترجع مثل ما إجت. يعني شو نعمل؟ شو بدنا نعمل؟ استني لشوف. ليك هي الماركة بيجوز نحنا نلاقي منها هون بمركز التسوق، يعني إذا رحنا لهنيك منلاقي نفس الفستان. يلا. طيب يلا خلونا نطلع بلا ما نضيع وقت. شو بدنا نعمل بالبنت؟ تعالي يا حلوة تعي. أوبا. المهم هلأ ليلاس لا تطلعي من البيت تمام؟ ولا تفتحي الباب لحدا. ما منطول. أختك معصبة منك كتير وهي معها حق، بس لا تخافي هالموضوع رح نلاقي له حل، انت لا تقلقي تمام؟ يلا ديري بالك على عصمت. باي. تولاي خليها عندك شوي. مين هاي البنت؟ خليها عندك بس ساعة. ايه بس يا لميسة وين امي جاية؟ دبري حالك تولاي. انتبهوا يا اهل الحارة، في بنت صغيرة ضايعة عمرها 3 سنين، شعرها اشقر ولابسة فستان زهري. يلي بيلاقيها لهي البنت او بيشوفها يا ريت يوصلها لاقرب مقبر. لميس. عفوا اخي ما بطول عليك شوي وجاي. مرحبا. أهلين جميل خير؟ شو ما وصلك خبر؟ وصلتنا أخبارية إنه خطفوا بنت صغيرة من عنا من الحارة وعم ندور عليها. لا شو هالحكي؟ بس راح تلاقوها إن شاء الله. أكيد منلاقيها، يعني معقول نخلي حدا يخطف بنت من حارتنا ونحن موجودين؟ طيب موفقين لك. استني لميس، ليش ما اجيتي على العشاء امبارح؟ امي نطرتك كتير. يلا يا جميل. يلا يلا جاي دقيقة بس. طيب روح شوف شغلك ومنحكي بعدين. طيب لك انا بشوفك. هاي بنت العم فكري؟ البنت اللي اجت معك وقت حفلة الشرطة؟ هي يا أخي، هي بذاتها. ومين هاد الشاب اللي كان معه؟ واحد من قرايبينها. والله يا بدر أنا ما كان بدي عطلك عن شغلك. شو هاد اللي عم تحكي؟ معقول اتركي؟ طيب شو رح تعمل إذا طلع الزبون هلأ وبده السيارة تبعه؟ بيحكوا مع الشباب المسؤولين عن صف السيارات. لا تاكلها، شغلة بسيطة. أي ماشي. بس في عندي سؤال عن هذا الشرطي، شو كان اسمه؟ جميل. إيه شو كان بده؟ شو بده يعني؟ عم يخبرني إنه بنت انخطفت، إن شاء الله ينحل الموضوع فورا. وأنت شو قلتي له؟ بصراحة ما عرفت شو بدي أقول له والله. إن شاء الله تنحل على خير. قلتك هالفستان ممكن لاقي منه؟ معقول ما لاقي منه؟ خلص أنت اطمني. خلاص بقى أنا رح ضل معك لحتى نلاقي حل ماشي؟ المهم أنت تضلك رايقة. اتفقنا. شيماء خانم والله انت عملتي زينة العقل، برا الناس ماتت الإنسانية بقلوبهم. قال شو؟ في جائزة للي بيلاقي البنت، مشان هيك أنا بدي أطلع أدور عليها، وبكل الأحوال أخذت رقم الزلمة.
يعني هن كتبوا لي اياها على ورقه مشان حاكيهم اذا لقيتها. ليكي فوت لهلك فوت فوت يا حقير يا قليل الشرف، انا بورجيك يا واطي. والله والله لخليك تندم على الساعه اللي فكرت فيها تخطي ناحيه هذا البيت يا واطي. هاشم اسمع، والله العظيم انت فهمان القصه اللي بيناتنا غلط، انا بس عم بشتري لها اغراض وساعدها لشيماء خانو. عم تضحك علي؟ شوفك اني ولدت. لا تضربه. انت عادي ولا كلمه ولا كلمه. هاشم روق. ولك مين انت؟ مين انت لحتى تفوت على بيتي بهالطريقه يا وسيم؟ هاشم اهدى هاشم، والله الناس عم يفتروا علي، والله كذابين. بس شيماء خانم وصتني اشتري لها شويه اغراض من الدكان، ومقابل هالشي عرضت علي ان تطعميني. والله هذا اللي اسمع فكري، فوتك على بيتي مو صح من الاساس. هاشم انت فهمان الموضوع غلط، والله نحن اخوه، شو اللي غيرك هيك فكري؟ معي فكري اسكت والا والله بطلع بروحك. اشهد ان لا اله الا الله. مين هاد كمان؟ ها؟ مين جايكم؟ روحي افتحي. ومين ما كان اوعك تخليه يفوت. مرحبا، يا ترى ابوكي او امك موجودين هون بالبيت؟ طبعا طبعا، فوت هنن جوا. ايم ايدك بعد عنا، بعد عنا. انا برا، انت مالك محل بيننا. يلا اهلا وسهلا حضرة الشرطي. خير. شكرا. سهلا. في بنت صغيرة مفقودة بحارتكم ونحن هون عم نتحرى عنها. اها. وهي البنت اسمها سيدرا سولماز، يا ترى انتو شفتوها شي اليوم؟ ايش هو بده يعرفنا يا حضرة الشرطي؟ اساسا نحن كنا مشغولين بمسائل عائلية خصوصية شوي، ولهيك ما شفنا شي. عفوا، ممكن اقدم شكوى بخصوص شغلة تانية غير اللي جاي حضرتك مشانها؟ فيك تساعدني ما؟ طبعا فيني ساعدك. صراحة المحكمة عطيتنا قرار من قبل. حضرة الشرطي، يعني إذا ما كان عندك أي سؤال تاني بدي استأذن منك، لأنه تأخرت كتير على شغلي ولازم روح بسرعة. عزبتي أي تفضل روح. الله معاك. يلا بشوفكم. حسابك عندي إن شاء الله. إيه ليلي، شو كان شكوتك؟ في عنا أستاذ عم يمد إيده على الطلاب وعم يضربهم. بس أكيد أنت مشغول هلا، خلص بروح لعندكم بعدين. طيب هلا إذا صار شيء لفت انتباهكم بخصوص البنت رجاء خبرونا فورا. ولا يهمك، أكيد من خبرة. لا تواخذون على الإزعاج. شو هاد؟ يعطيك العافية حضرة الشرطي. الله يعافيك. عن جد أنا متفاجئة، شو طلعت بنتي ذكية. أوه، بيطلع حقه شي 30,000 ليرة، هذا اللي بيقولوا له الهاتف الذكي. إيه بس فكري أذكى منه. أنا وقعت بمصيبة كبيرة. يا الله شو ساوي؟ مو قلت لي إنه كل شي موجود عندهم هنيك؟ معقول ما لقينا حتى قطعة واحدة؟ أكيد رح ننفضح الشغلة ورح يعرفوا إنه لا سي اللي خطفت البنت. خلص يا لميس روقي، كل شي رح ينحل، ما رح نرجع لحتى نلاقي مثله. نحن وين بدنا نلاقي محل تاني؟ صرنا ساعة عم ندور. لازم نفكر بشي حل مشان ما يكتشفوا إنه ليلاس خطفت. ما رح يصير هيك شي. خلص بقى هدي شوي. شوفي هذا مو محل أطفال. ولاد فكري خلصوا كل شيء بالحمام، ما خلوا لا شامبو ولا صابون. هالولاد ممنوع يفوتوا لهون مرة تانية. عم تسمعي شو عم بحكي؟ بدهم يلتزموا حدودهم كجيران، ماشي؟ وبعدين مع هالحالة إذا جيراننا بينهبونا. مين هي؟ شو هالسؤال؟ بالله جد؟ هاي البنت من وين إجت؟ لميس جابتها. لميس؟ معقولة تكون بنته لفكري؟ بيكون فكري متعرف له على شي وحده وجايبه منها. كم ولد صار عنده؟ شو بيعرفني حبيبي؟ لك تولاي انت كيف بتفوتي على بيتنا اولاد ما بتعرفي مين بيكونوا يا تولاي؟ اه اجت امي. يا الله اجت امي.
البيت منكوت وما لحق الضبط. أعطيني فوق. أعطيني هاتي هاتي شو. يا رب تسلم. أمي حبيبتي أهلا وسهلا. العالم ما بترحب على الباب، فوتي لجوا. مين هي؟ إن شاء الله يمشي حاله. يعني أنا ما بفهم بهالمواضيع، بس مو نفس الأيام. إيه بلا. آه بدر وقف شوي. دير بالك عليه، مو ناقصه يصير له شيء هلا. إيه. شو عم تعملوا؟ لوين رايحين؟ طلعوا رايحين على البيت. ليكي لميس، اشترينا سخان مي بسعر كتير رخيص. انسى السخان هلا. حطوه بصندوق السيارة وطلعوا يلا. خير، شو الموضوع؟ لما منوصل بتعرفوا كل شيء. شو صاير؟ لك خلصوني، جلاس خطفت بنت. كيف؟ شو هالحكي اللي عم تقولي؟ فضحتنا. طلعوا على الطريق بشرح لكم. جيبوا لنحطه بالصندوق. أمي اشربي شوية مي. صرتي أحسن؟ شو هالعملة اللي عملتيها هي؟ وجايبين بنت من دون علمي؟ تفي، انتو عن جد بلا أخلاق، يبعت لكم ميت حمى. بس أمي. اصحك تقلي أمي. مو قلنا هي البنت. هي البنت مو الكون. لمين؟ لفكري، جارنا اللي هون. شو هالغبا هاد يا بنت؟ انت ما فيكي مخ، انت عندك وقت تربي بنات العالم. لك امي لميس طلبت مني خليها هون لبين ما تجي. روحي شي، انت ما بتنفعي لشي. انا لازم روح. ايه شو بدك تمشي لانه انا اجيت مو هيك؟ شو هالحكي، الله يسامحك. اسمع لك مرتضى، بدك تكتب كتابك بس تتزوج انت وياها رسمي، ساعتها بتقدر تقلي امي. انت ما بدك يا مرتضى. شوفكن. يلا انا لازم روح. بالاذن امي، باي باي. مثل ما عم بقلكن، اخذت البنت وجابتها على البيت. ليلاس جنت يعني؟ شلون بتخطفها للبنت؟ شو بيعرفني، اسألها وقت بتوصل لعندها. ايه وشو رح يصير هلا؟ رحنا انا وبدر واشترينا فستان مثل اللي كانت لابسته لحتى ما يحسوا وقت نرجعها. قلت لحالي بجوز يكون هذا اكثر حل منطقي ممكن نعمله بهيك حاله. والله انها غبيه هاشم، شلون مو حاطط له قفل مشان ما حدا يقدر يفتحه؟ اوه باينته شغله ورح يجيب لي كثير. والله بكل الاحوال انا ناوي بيعك، قد ما تكون ذكي فكري أذكى منك بكتير. شو مستغني عن روحك؟ ما رح اسمح لك تطلعي من البيت أبداً. شو شايفتيني صغيرة؟ ماما مشان الله ما في. بعد ما قلت شو أنا ما بتعرفي شو ممكن ساوي بحالي. أنا مستحيل خليكي تطلعي خطوة واحدة برات البيت، مو شايفة إنه عم يخطفوا الأولاد؟ هاتي لشوف. أمك مع حق باللي عم تقوله يا بنتي، ربتك وكبرتك لحتى صرتي صبية، شو بدك تتركك تطلعي مشان يخطفوكي برا وتضيعي منا؟ لك انت شو دخلك؟ سكوت وما تتدخل. عيب. شو هالحكي يا بنتي، انا هلا بمقام ابوكي تمام. افتحوا الباب. هات ورجيني هلا مرجلتك. عم قلكم افتحوا الباب، تليفوني ضل هون بدي اخده وامشي. لك افتحوا الباب، حطوني باب. لك افتحوا الباب، مو سامعيني؟ هاشم بس تليفونك مو هون. شلون ماله هون؟ انا متاكد انه واقع مني عندكم، افتحي الباب خلصيني. عم اقول لك ماله هون، ليك الشرطه لساتها بالحاره، اذا ما بدك تروح رح احكي معهم مشان يجوا يقتلوك. خلصوني بقى، افتحوه. لك انا ما عم بفهم يا استاذ هاشم، ليش تركت البيت وطلقتها ما دام بدك تجي لهون كل شوي؟ على الاقل احترم خصوصيه البيت شوي. هي اسمها اللي تزور، روح من هون قبل ما اطلب لك الشرطه. شو مفكر رح تضل قاعد عندهم بالبيت وما حتطلع ابدا؟ ها مستحيل تضل هون، اخرتها رح تطلع وما حدا حيمنعني عنها. قولك فكري، اذا ما شربت من دمك يا حقير ما بيكون اسمي هاشم. لك افتحوا الباب، افتحوا الباب. لا تكون مفكرني انا خايف منك يا واطي. مشان الله يا فكري ما تحكي ولا شيء. هذا واحد له دين عندي، والظاهر هلا رح اوفي لهذا الدين. انت روح هلا واستناني بالحديقه اللي جنب المدرسه وانا رح اكون هنيك بعد ساعه. نتواجه. هاشم تخبصك، اطلع وشيني حالك اذا كنت رجال. اطلع هاشم. شوف انا محترمك وما بدي اضربك قدام بنتك، عم اقول لك لاقيني بعد ساعه بالحديقه، خلينا خلص حسابنا مثل الزلم. ماشي مثل ما بدك، انا هلا رح اروح استناك بالحديقه واسترجي انك ما تجي لهنيك حقير. نتواجه يا فكري. يلا
فكري بيك؟ ليش هيك سويت؟ عملت الشي اللي لازم أعمله. بس يا فكري بيك، ما لك مصلحة، لأنه بابا ما رح يخلي فيك ولا ضلع سالم. فكري هذا بيقتلك والله. ما عندي مشكلة موت. لا مالي مصدقة. ايه والله بيخلص عليك، لكن رح أتوضى لآخر مرة، ادعوني. بس سمعتي شو عم بيقول؟ لوين راح؟ لوين بده يروح؟ شو بيعرفني؟ هاشم الله يلعنك. ماشي يا هاشم ماشي. طيب مفكر إنه رح أسكت لك على هالعملة؟ أنا بورجيك يا حقير. ألو ما بنتك عندي بالبيت، بدي 100,000 ليرة. طبعا خلال ساعة لازم يكون المصاري عندي، بتلاقيني بالمكان اللي رح قلك عنه، وإلا ما عاد تشوفها أبدا. أكيد بلاقيك، بس لا تأذي بنتي. ماشي، رح سهل المصاري ويجي لعندك تغري. تمام تمام. ليك أنا رح شوفك عند القوس اللي جنب المدرسة، أوعك تتأخر ولا دقيقة، وأنا رح أعطيك مواصفاتي. هيك تمام؟ إيه إيه. شوف أنا لابس قميص أبيض مخطط بمربعات صغيرة وفوقه سترة رمادية. ليك أنا سمين مثل الطابة، شايب وعيوني زرق، بس تشوفني رح تعرفني دغري. خليك حافظ اللي حكيته، ورح تلاقيني هنيك بعد ساعة. أوعك تلعب بديلك هيك ولا هيك، فاهم؟ بتلاقيني عم بستناك. والله يا هاشم إجا يومك، وأخيرا رح أخلص منك. دق الباب. يا ترى مين اجى لعنا؟ شكرا كثير طلع، يسلموا ايديكي. يلا منيح اجيتي بوقتك، بدنا نروح انا وامي لعند مرتضى على القهوه. ايه كثير منيح. استني، لوين رح تروحي؟ ما قلتي لي شو الموضوع. تراي خلص المسا بخبرك، والله هلا مو فاضيه. لا تنسي خطبه عمران المسا بالقهوه عند مرتضى، لهيك رايحين بعد شوي. اوعكم انتو تتاخروا. ايه منيح، انبسطوا. لك لميس لا تجننيني، عم قلك الخطبه عنا بالقهوه، ليش ما عم تفهمي؟ لازم تكوني موجوده معنا. تراي في بين ايدي بنت ما بعرف مين بتكون، ومو عارفانه شو ساوي فيها. رح حل الموضوع وبعدين بشوف. ماشي مثل كل مره تاخذ موقف وبتعصب. تعالي يا حلوه. هالسؤال طبيعي انك تسأله، بس الظاهر اختك ليلاس ما كفوا سكان البيت، لهيك جابت لنا اخت جديدة. برافو عليكي. انتو شلون بتفوتوها لعنا على البيت؟ خلص روقي، الموضوع بسيط، كل شي رح ينحل. ها خلونا نلبسها فورا. لميس اترك الفستان وعدي شوي لنحكي. كيف بدي اقعد؟ لازم نلبسها وناخدها. لك شبك لميس، الشرطة ممكن تسألنا 100 سؤال. يعني وين كنتوا وكيف لقيتوها وامتى لقيتوها وبأي شارع؟ ها بيحققوا معها وبياخدوها على سجن الأحداث. والله هذا اللي كان ناقصنا، بهدلنا عن جد. لك أنا الحق علي لأني ما عرفت ربيكم منيح. لا 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 لميس، ممكن أنك تروقي شوي، عم نقلك رح نحل الموضوع لا تقلقي. ليلاس يلا قلي لي، كيف خطفت البنت؟ مستحيل مستحيل، ما رح أتركك تروح لهنيك يا فكري بيك، أبدا أبدا. هذا الموضوع صار بالنسبة لي موضوع كرامة، لهيك المفروض روح شيماء خانم. لو سمحتي لا تحاولي تنعيني. بس أنت ما بتقدر له. يعني إذا كان مكتوب إنه موت فأنا رح موت بكرامة ومرفوع الرأس. قديشك بطل شجاع. هلأ هي رح تكون معركتي الأخيرة، ولازم أكون شجاع. فكري فكري بيك فكري بيك، لوين؟ على المعركة. راح. نحن لازم نحط خطة. بدي ورقة وقلم. فكرت فكرت، جيب ورقة وقلم بسرعة. قوم تفضل، هاي الورقة. تمام، وهلأ رح نعتبر
انه هذا الشارع اللي انخطفت منه البنت، شو كان اسمه؟ شارع شكري بيك. شارع شكري بيك. شو اقرب حاره على هذا الشارع؟ هون بعتقد هون في حاره المحطه. حاره المحطه، تمام. في شي شارع تاني بيقطع بيناتهم؟ ايه هون في شارع الزاويه. وهذا شارع الزاويه، بيتكم وين صار؟ بهالنقطه. تمام. لحتى توصل البنت لهذا المكان المفروض تمشي هيك وتقطع شارع الزاوية، ومن شارع الزاوية لحارة المحطة، وبهالطريقة بتكون وصلت لجنب بيتكم بسهولة. ايه والمعنى؟ معنات حكي. انتبهوا. ايه فكرة، انت رح تتصل بالشرطة من اقرب كابينة تليفون عمومي بشارع شكري بيك، ورح تقول انك شفت بنت صغيرة ماشي من هون لحالة حوالي الساعة 12. الساعة 12 تقريبا شفت بنت بشارع شكري باشا ماشية لوحدها، لابسة فستان كان لونه زهري وكأنه فستان أميرة. وبعدها حدا منكم رح يتصل بالشرطة من محل من محلات شارع الورود ويقول لهم انه بعد الساعة 12 بشوي شفت بنت مارقة من هني. خلص انا بخبره. لا بخبر مهجة، وهي بتتصل من عند اللحام يلي جنب بيته. عم شكري انا فيني احكي تليفون من عندك؟ هون ماله بريد. طيب ماشي، لكن رح أقول لأمي ما عاد تطلب لحمة من عندك أبدا. هاي أنت يا مهجة؟ ما كنت عارفاني. فوتي بنتي فوتي، تليفون على حسابك. ألو الشرطة، بدي أقدم بلاغ، اليوم الساعة 12 ونص شفت بنت صغيرة مارقة مشارع الورود. دورك أنت يا أحمد، رح تتصل بالشرطة من شارع المحطة وتقول لهم نفس الحكي. إيه إيه بحارة المحطة، كأنه عمره 3 سنين وماشية لوحدها، لابسة فستان زهري. وشو دورنا؟ ما رح تعملوا شي، ليلاس رح تاخد البنت وترجعها فورا، وبهيك حالة منكون سكرنا على الموضوع. بس لشو رسمنا هاي لكان؟ يعني مشان الشرطة تصدق القصة. ليلاس مو لازم ترجع البنت. خلصنا حاجة أسئلة، فوتي لبسيها يلا قومي. مرحبا ست إسراء. إيه حكمة؟ شو عم تعمل هون بيوم إجازتك؟ بحب الشغل مو بإيدي، مريت أنا وفكرت من هون فقلت بفوت بشوفك. قديشك غريب، الواحد فينا بيستنى يوم الإجازة مشان يرتاح بالبيت. يا ستي شو هدول، وصلت البضاعة؟ الصبح. لكن رح رتبهم دغري. لا حكمة، تتركهم لغير يوم. شو هالشغلة؟ شو بينقص مني شيء إذا رتبتهم؟ تركهم، مالنا مستعجلين. عم قلك تركهم. لك والله مالهم محرزين. حكمة عم قلك تركهم، ما بدنا نرتبهم. خلص أنا حابب رتبهم. حكمة خلص لا تعمل، خلص بدي رتبهم. شو اللي صاير معك؟ ما في شيء مهم. شو يعني ما في شيء مهم؟ هذا من شو؟ خبطت بالباب. عاصم اللي عمل هيك. زيح من طريقي، زيح بدنا نمر. بعد من هون انت وياه. لا ما رح نمر بعد. والله لو ورجيكم، لك عم قلك بعد انت وياه. والله لو ورجيكم ايديكم. شبك شو عم تساوي؟ ولا شيء، بس انت عم بحكي انا وهدول شوي. لك شو عم تحكي معهم؟ انا شايفك عم تضربهم بعيني. خلصنا يلا امشي انت وياه. روحوا. شبك ولا ما فيني اتركها دقيقتين بدون ما تعمل مشكله؟ قالوا لي بعد لحتى نمر، شو بدك اياني اعمل فيكو؟ نعم شو بدك؟ اللي انت مجنون شي؟ يعني انت ضربتهم بس لانه قالوا لك بعدلنا؟ حكمت خلص انتو روحوا على البيت وبكرة بشوفك ماشي؟ تمام. روح قدامي، روح لشوف، لا تطلع فيني، دير وشك ولا تجاي. شفت سيدرا كانت عم تمشي لحالة قريب من بيت. لا يفترض انه ما بتعرفي اسمها. ايه ايه تمام، شفت بنت صغيرة ماشية. ايه وبعدين؟ وقت شفت البنت الصغيرة كانت ماشية بالشارع لوحدها وعم تبكي كتير، وقت شفتها عطيتها شوكولاتة مشان تبطل تبكي. حلو حلو كتير، وبعدين شو صار؟ ويا ترى سألتي حدا كبير مشان يساعدك؟ ايه طلبت مساعدة من الناس اللي كانوا قراب، طلبت منهم يعطوني تليفوناتهم لأنه أنا كتير مضطرة، ما حدا قبل فيهم يساعدني، يمكن فكروني شحادة وبدي أسرق التليفون. بس أنا سألت البنت إذا بتعرف شي اسم، بس شاورت اتجاه الجبل عرفت وين بيتها. بعد هيك رحت على المكان اللي شاورت لي عليه، على شارع شكري بيك. ايه ايه شارع شكري بيك.
لأنه قلت لحالي لازم رجعها لأهلها فوراً قبل ما يقلقوا عليها. برافو، برافو عليكي. برافو عليكم. ايه برافو عصمت. يا الله شو هالحظ. والله إذا أبوها للبنت خاف وما خبر الشرطة تبهدلنا نظامي. آه. هدول هنين. فينا نشوف هويتك يا سيد؟ لو سمحت اعطينا هويتك بسرعة. هوية شو اللي بدكم اياها مني بعدين؟ مين انتو؟ شوف نحن الشرطة، هات هويتك يلا بسرعة. تمام لحظة. شي ظريف. الله يوفقكم ويقويكم لخدمتنا. يلا خدوه زدتو بالسجن ليتعلم شلون يهددني. ايه في شكوى بحقها. بدك تجي معنا على المحكمة. يلا شكوى شو هاي بحقي؟ مين اللي اشتكى علي؟ جاوبوني ليكون هذا الزلمة اللي اسمه فكري. حدا يفهمني يا جماعة. جاوبوني يلا بقسم شكوى بحقك. تهمة خطف الأولاد وطلب فدية. لك أولاد شو؟ وفدية شو؟ مو معقول انتو شو عم تقولوا؟ والله أنا مستحيل أعمل هيك شيء. امشي خلصني وحاجة حكي بقى. وهيك خلصنا منه لهالهم وصار فيني نروح لعند شيماء وما أهتم. خليه يتربى شوي لهالواطي. يلا اوه ان شاء الله ما تطلع من السجن بحياتك. والله ما بفكر. شباب كيفكم؟ معي تليفون للبيع بتشتروه؟ لا يسلم ليك لساته جديد. شوف بس محتاج شويه مصاري ومضطر على بيع تبعه. قد ايه حقه؟ قد ما بتدفع. يلا بس رح يكون سميك شوي. مو مشكله بيمشي الحال. هاتي لسعدك. استنى دقيقه، كيف بدنا نطلع البنت ببطانية وعصمت معنا؟ أكيد الناس رح تشك وتسأل شو ها؟ كيف رح نحلها؟ وخاصة إنه الشرطة زاعت والكل صار عندهم خبر وأولاً عائشة الغليظة. المفروض إنه أحمد يحل الموضوع. ها؟ إمتى صرت تقيل لهالدرجة ولا؟ عصمت أنت منيح؟ اللي بدنا عجلانه. ماشي رح نروح على الجنينه. تمام رح اخذك بس ارجع. يلا فوت. سكري الباب منيح. يا سلام يا سلام يا سلام، شي حلو. والله طلع منك فايده يا هاشم. ايه الحمد لله على النعمه. سكري شو يا؟ كل ما سألت عنك ببيتك بيقولوا لي مالك هون. شو امتى ناوي ترجع الدين اللي اخذته؟ من وين بدي رجع يا حسره؟ سمعت منشف على الحديده. والله هلا شفت معك مصاري وعم تحطهم بجيبتك. انا مصاري شو هلا شفتك؟ شو هاد ولك؟ تعال هون. دخلكم حدا يساعدني. اتركني الله يوفقك. اتركني ما معي مصاري. هدول مولي والله مولي. هدول وين التنميحة معه؟ رجعون العمى بقلبك. وينكم يا شرطة؟ الحقوني. منيح ما طلع شرطة هون، كنا تبهدلنا هلأ. خليكن عم بتزينوا أعراس الناس وانتوا قاعدين. تولاي خلص حاجة تنفخي بهالبالون. أمي حبيبتي شو قصتك؟ ليكنا عم نشتغل وعم نسعى ورا لقمتنا، هالشي غلط؟ بنتي اشتغلوا مثل ما بدكن، انفخوا وعلقوا الله يرزقكن أكتر. بس أنا خايفة عليك تصيري عانس. أمي ليكي بدي اطمن إنكم كتبتوا كتابكن قبل ما روح على البيت. الحقيقي الحقيقي بدكن انجرحت مشاعره. حبيبي شو انزعجت من أمي؟ لا لا يا روح. يا مرتضى شو بدك نساوي؟ أمي وبعرفها ما رح تسكت بنوب إذا ما صار لي بدها. يعني بالنهاية بدها تشوفني بالفستان الأبيض، هاد حقها. بعدين مو معقول تحرم أمي من إنها تشوف أحفادها، يعني بدها تفرح ببنتها الوحيدة. أحسن شيء اتصل ببياع المشروب لأنه تأخر كتير بالطلبية. شوفي ليلاس
أول ما تفوتي على شارع شكري بيك رح تقولي لأول واحد بتشوفي إنه لقيتي هاي البنت. بس أنا كثير خايفة، إذا كذبت رح يعرفوا هالشي دغري، لأنه بيحمر وشي وبلش تقتق بالحكي. إذا هيك صار أكيد رح يحطوني بالحبس. حبيبتي خلص روقي شوي. أنا مو قلت لك من قبل إنه حتى الدكاترة بيكذبوا؟ معقول؟ إيه. هلأ الدكتور والممرض كمان بيكذبوا على المريض أحياناً، لأنه كتير أوقات ما بيقدروا يقولوا له إنه وضعه خطير ورح يموت، بيقولوا له نحن عملنا اللي منقدر عليه. إيه. يعني هن بيكونوا عم بيكذبوا عليه بنية منيحة، ونحن هلأ رح نساوي مثلهم، ولهيك أنت المفروض تكوني قوية، فهمتي ما؟ إيه فهمت. اليوم نحن رح نعمل مثل ما بيعمل الدكتور. بس لميس أنت على طول بتقليلي إنه ما بصير نكذب. إيه حبيبتي مزبوط، بس اليوم مجبورين إنه نساوي هيك لحتى ما يزعلوا أهلها منا، يعني بنعمل مثل الدكاترة. بتعرف إنه أنا ما بحب كون دكتورة، بدي كون ممرضة. اتفقنا لكان ممرضة، اليوم رح تكوني ممرضة، تمام؟ طيب ماشي. تمام يلا. أنت جاهزة؟ يلا لكان نزلي. لا تخافي ما رح يصير أي شيء، بعد شوي رح نرجع لماما وبابا، أنا رح سلمك إلهم وبعدين رح أرجع على بيتي. ما رح يصير شيء مو منيح. كيف ما لقيتوها؟ كنت مستعد أدفع المبلغ كله، بدي بنتي هلأ. يا أستاذ روق شوي، بدنا نحاول نرجعها بأسرع وقت. ممكن البنت مو معه بس بده ياخد مصاري منك، وأصلاً نحن عنا مشتبه وهو هاشم يلماز جارك. كيف؟ هاشم؟ هاشم هو اللي خطف بنتي؟ والله لقيت له، والله لأشرب من دمه. اهدى يا أستاذ، هو أساساً بالمخفر هلأ. الله يوفقكم لعقولي بنتي، بوسي إيديكم، بترجعكم. يا مدام روي شوي، كل وحدات الأمن عم تدور عليها، رح نلاقيها بأسرع وقت. سيدرا سيدرا هي إجت سيدرا. والله مبسوط. حمد وشكر لك يا ربي. وين كنت حبيبتي؟ وين كنتي؟ ما بتستحي يا حبيبتي، انت منيحه حبيبتي؟ الحمد لله انبسطت لك. الحمد لله. شو كنتي عم تعملي مع البنت؟ شباب انا لقيتها بالشارع اللي جنبي. شكرا يا بنتي، الله يوفقك ويا حبيبتي. شكرا يا حبيبتي. لازم يديروا بالهم على ليلاس. ليلاس والله فكرتك ضعتي. يا روحي خوفتيني عليك. ليلاس لقيت البنت وجابتها اللي كانت ضايعه. ايه انا لقيتها. برافو عليكي، والله انا فكرتك انت اللي ضاعت. الحمد لله اني لقيناكي. بنت ذكيه مثل ليلاس ما بتضيع، مو هيك؟ يا بنت ما بعرف كيف بدي اتشكرك على اللي سويتيه، عن جد شكرا كثير، والله انك بطل. يا ريت تاخذي هدول مني، هي مكافاه على اللي عملتي. خذي حبيبتي. ايوه كيفك حبيبتي؟ شو هالمصاري؟ لا تفهمني غلط يا أخي، بس بنتك هي اللي جابتها لهون، يا ريت فيني أقدم لها أكثر من هيك. إيه؟ شو بيمنعك؟ كيف؟ مو أنت عندك بناية؟ عم فكري، خلينا نمشي. شو ما عنده؟ خلص أخي روح أنت على بيتك، وبعدين بناخد إفادتك، هلأ فيكن تروحوا. شكرا كثير. شكرا كثير. لا العفو. يعطيكم العافية. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله طمنا عليك. بنتي البطلة هي هي بنت أبوها. يلا يلا نشوف. أعطيني المصاري بسرعة. انسى الموضوع. ليش؟ بعدين شو دخلك بيني وبينها؟ بدي خبي لها. برافو عليك يا ليلاس. تعرفي قديش مهم الشيء اللي عملتي؟ أنت صرتي بطلة بكل الحارة هلا. يلا تعي معنا شي ساعة مشان آخذ إفادتك. لوين؟ هي لازم تروح على المخفر مشان ناخذ إفادتها. هي رجعت البنت، ليش لا تاخذوها؟ كثير ضروري ناخذ إفادتها هلا. المخفر قريب، إذا بدكم نروح مع بعض. يلا تعي نروح.